مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ودايما منوريني ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اكيد كلنا بنستنى مباراه بكره الاهلي والمصري في الدوري العام، بنستناها على فارغ الصبر. الاهلي خلاص ما فيش قدامنا اي اهداف غير المكسب والثلاث نقاط، خصوصا بعد الخساره من بيراميدز. الخساره من بيراميدز خلت ناس تتكلم علينا، يعني ان احنا بقى خسرنا والدنيا اتهدت. انا بتكلم على الجماهير الثانيه مش الجماهير الاهلاويه. الجماهير الاهلاويه زعلانه وليهم مليون الف حق طبعا يزعلوا. كلنا جماهير، احنا قلنا كلنا جماهير، وحتى هنا في القناه احنا كلنا جماهير بنتكلم دايما باسم الجمهور. لا، ليهم حق يزعلوا، واحنا كلنا كنا زعلانين جدا جدا من المباراه اللي فاتت، ولو ان انت كنت راكب المباراه، لكن في النهايه انت خسرت ثلاث نقاط. وسمعنا كلام كتير جدا جدا من بعض الناس اللي هي يعني مش عارف بيمثلوا ايه في الحياه عموما، لكن ماشي، هي دي الكوره ولازم نصحح اخطاء، وفي اخطاء فنيه كبيره جدا ولازم نصححها، وكل ما احنا عايشين في الكوره هيبقى في اخطاء وبتتصحح. المهم انها تتصحح، والمهم ان احنا نتعلم من اخطائنا علشان نتلاشى الاخطاء السابقه. الاهلي خسر من بيراميدز والدنيا اتهدت، ولما قلنا الحكام ايه، والحكام جميله، والحكام مش عارف ايه. امبارح بقى كان في عياط ونباح وحاجات كتيره جدا جدا على مباراه الزمالك والمصري. بصراحه الحكم كان سيء جدا جدا، الزمالك وبيراميدز اسف، الحكم كان سيء جدا وصعب جدا. وزي ما قلت قبل كده في مباراه الاهلي اللي كسبناه هنا مع سان داونز، قلت ان بكاري الجسامه كان ناقص يطلع عليها لسانه. الحكم امبارح برده كان ناقص يطلع لسانه للجماهير الزملكاويه، بصرف النظر عن اي حاجه بقى اهلي وزمالك، واحنا هنا بنتكلم في الاهلي، لكن بصراحه لا، الحكم ظلم الزمالك ظلم باين امبارح، وليكوا حق تزعلوا، لكن عشان تعرفوا ان الموضوع مش كوره بس، يعني الموضوع مش كوره، ومش عايز اتطرق لوسائل تانية، لكن في ظلم باين. ايه اسبابه او ايه اللي وراه انا ما اعرفش بصراحه، لو اعرف هقول على طول، انتوا عارفين، لكن ليهم حق. كان في ضربه جزاء اعتقد باينه او اتنين، الحكم انذارات كتير جدا للزمالك، ما تفهمش في ايه. الكرة امبارح لعيبة الزمالك بيجيبوها كأنها مخدرات بيدوروا عليها في المباراة، ودي حاجة مش في الكورة عموما. مش عارف بقى ده بقى فيه قرارات من اتحاد الكورة ولا ده بيعدي عادي، انا فعلا ما اعرفش. لكن ان انا كلاعب كورة زي محمد عنتر مخرج عن شعوره امبارح وشاط الكورة في الاعلانات علشان الولد اللي ورا الاعلانات، ولد صغير طبعا، انا ما بلومش على الولد خالص، الولد عنده تعليمات ان هو يهرب الكورة، يهربها يعني، لما يطلعها كده يطلعها يعني وهو من تحت درسه. فمحمد عنتر شاط الاعلانات فخد انذار. طب ما الحكم مش قادر يقول للولاد هاتوا الكوره، مش عارف. انا مش بدافع عن عنتر، لكن انا كلاعب كوره كنت لعيب كوره، لا انا الكوره حقي يعني حقي، وخصوصا انا كنت سامع قبل كده ما ترموش الكور في الملعب وما تعملوش مش عارف ايه. فكلام كان غريب جدا. جنش خرج عن شعوره امبارح وشتم الولد برده شتيمه كلنا شفناها بالفم يعني او بحركه الشفايف، لكن برضو يعني انا بدور على الكوره. المفروض بقى ان احنا بقى بدانا نخرج عن الجو ده ونلاقي الكوره وبتاع، وقبل كده اشتكينا ان الكوره بتنزل الملعب، اللي كنا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ ده حال الجماهير الزملكاويه، ما احنا كنا بنرمي الكوره في الملعب، فامبارح مش لاقيين الكوره خالص. بصراحه كان خروج عن الشعور العام. وايضا بعد المباراه محمد عبد الغني مدافع الزمالك ومحمود عبد الرحيم جنش واحمد زاهر الاداري ودكتور محمد عيد طبيب الزمالك، يعني كان في اعتداء على مصور مصر اليوم، وبناء عليه نقابه الصحفيين طلعت في بيان رسمي منع نشر اسم هؤلاء الاربعه في الصحف الرسميه والمواقع الالكترونيه. تاني، نقابه الصحفيين في بيان رسمي منعوا نشر اسم محمد عبد الغني مدافع الزمالك ومحمود عبد الرحيم جنش واحمد زاهر اداري الزمالك ودكتور محمد عيد طبيب الزمالك، ده نقلا عن نقابه الصحفيين اللي طلعوه في بيان رسمي منع نشر اسم هؤلاء الاربعه في الصحف الرسميه والمواقع الالكترونيه، ده بناء على وقعه الاعتداد على مصور المصري اليوم. كمان طلبوا اللجنه الاولمبيه واتحاد الكوره بالتحقيق في تلك الواقعه. بصراحة كانت صورة مش بنحب نشوفها كتير. هم كانوا متضايقين جدا وليهم حق ان هم يتضايقوا، بس ما لهمش حق في الاعتداء على الاخرين. يعني انا اتضايق لكن بما لا يضر الاخرين، بما لا يفسد اي حاجة يعني. انت حر طالما لا تضر. طول عمرنا اتعلمنا الكلمة دي ومتربيين عليها، انا حر
طالما انا ما بضرش حد. لكن ارجع للحكم تاني، بصراحه الموضوع كان صعب جدا، ولازم لازم اتحاد الكوره يجيب حكام كويسه يعني عشان تديرها المباريات الصعبه او المباريات اللي كده. عموما احنا مش بنشمت في حد خالص. الزمالك ما كانش في المباراه امبارح، قلنا قبل كده ان فرجاني ساسا هيفرق كتير جدا مع الزمالك، وان كانت مكسب او مباراه الاسماعيلي والزمالك اللي كسبها نادي الزمالك بينت للناس ان لا الزمالك بيكسب، لكن الاسماعيلي كان متسيد المباراه في اول ثلث ساعه، كان ممكن يحرز في الزمالك اهداف لو الزمالك ما كانش اهداف في الاسماعيلي، كان المباراه تبقى صعبه جدا. المباراه كانت صعبه جدا قدام بيراميدز لغياب فرجاني ساسي، اللعيب كلنا بنحبه بصراحه، فرجاني لعيب مؤثر جدا ولعيب مبدع، فاكيد دوره كان سلبي جدا جدا، او غيابه كان سلبي جدا عن نادي الزمالك امبارح. لكن خساره كانت مستحقه، ليها عوامل كتير، لكن الكره كانت في الملعب، وشفنا يعني بصراحه ظلم تحكيمي باين لنادي الزمالك. بعد كده بقى ما تزعلوش او تتريقوا بقى لما نقول ان احنا بنتظلم تحكيميا، هو مش سبب رئيسي لكن سبب مهم، في فرق بين سبب رئيسي وسبب مهم. تعالوا اقول لكم قبل ما ندخل في التفاصيل، اقول لكم قائمه النادي الاهلي اللي هتلاعب او اللي اختارها لاسارتي لمباراه المصري بكره، او افكركم بيها. علي لطفي ومصطفى شوبير واحمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه وابراهيم وياسر ابراهيم وحمدي فتحي حسين الشحات علي معلول ناصر ماهر هشام محمد رمضان صبحي صالح جمعه احمد الشيخ وليد ازارو صلاح محسن وباسم علي وجيراودو وجونيور اجاييه وعربي بدر. دي قائمه النادي الاهلي، علي لطفي ومصطفى شوبير. علي لطفي ومصطفى شوبير بس يا جماعه، ما الشناوي فين؟ ولا الشناوي مصاب ولا ايه؟ ولا موقوف ولا ايه؟ اتاكدوا لي يعني بس عشان نقول للناس. لغايه لما اتاكد بس من القائمه انا وقفت شويه لان شفت اسمين او اسمين جوان، يعني ثلاث انذارات الشناوي ولسه اكرامي لسه يعني في بتاهل للمشاركه في المباريات الرسميه، صح كده؟ تمام. يبقى علي لطفي مصطفى شوبير تاني، احمد فتحي ايمن اشرف رامي ربيعه ياسر ابراهيم حمدي فتحي حسين الشحات علي معلول ناصر ماهر هشام محمد رمضان صبحي صالح جمعه صالح جمعه صالح جمعه يا مصر لاسارتي احمد الشيخ وليد ازارو صلاح محسن باسم علي وجيراود وجونيور اجاييه وعربي بدر. دي الاسماء المرشحه لمباراه الغد، مباراة صعبة جدا، بتلاعب فرقة ليها مدرب. كل شوية نسمع ايه، اصل ايهاب جلال مش مدرب فرق كبير، لا ايهاب جلال مدرب ممكن يمسك اي فرقة على فكرة، لكن ساعات الاجواء او الاجواء لازم، مش ساعات بصراحة، الاجواء بتساعد المدرب ان هو ينجح او ما ينجحش. ايهاب جلال بيروح اي مكان تحس ان هو غير شكله. المصري كان بيعاني، دلوقتي المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، كان بيعاني المركز النادي المصري. ايهاب جلال عمل شكل جديد جدا، كسب مباريات كبيرة جدا، قدم اداء في اقناع ان في مدرب كويس قوي، عشان كده بقول لكم المباراة مش سهلة. ما تقيسوش ايهاب جلال على تجربة النادي الزمالك، لان قلت لكم المناخ ساعات بيختلف وساعات ما بيساعدش المدرب على النجاح وساعات بيساعده على النجاح. لكن مباراة مهمة، مباراة لما اجي اتكلم بصراحة عن النادي الاهلي ولاعيبته، لا لاعيبته تساعد اي مدرب ان هو ينجح على فكرة، تساعد اي حد ان هو ينجح، تساعد اي حد ان هو يكسب، انت بتتكلم في اسماء كبيرة جدا جدا. ازاي ان انا اطلع اللعيبة من الضغط النفسي والعصبي، وازاي ادخلهم في فورمة مباريات، وازاي ان انا اهلهم فنيا، وازاي ان انا اساعدهم وهم محتاجين ان انا اساعدهم في الملعب، وازاي ان انا اعمل تغييرات، وازاي ان انا اتكلم مع اللعيبه وادخل لهم دوافع كبيره جدا ان هم يكسبوا اول مباراه، ازاي ان انا اكون متفاعل معاهم دايما في الملعب، ده موضوع مدرب واعتقد ان هم لازم يشتغلوا عليه كجهاز فني كله بصراحه. واحنا تعودنا ان احنا نتكلم معاكم بصراحه، وان كان في تحفظ، وانا قلت لكم قبل كده ان احنا هنا لازم نبقى في روح ايجابيه دايما دايما. انا عارف ان انتوا لازم نقول سلبيات مش بالشكل اللي انتوا عايزينه، عمرها ما هتحصل يا جماعه، عمرها ما هتحصل ان احنا نقول سلبيات بالشكل اللي حضراتكم عايزينه، او الشكل اللي احنا بنتكلم عليه على الفيسبوك بيننا وبين بعض. لازم ندي دايما دوافع ايجابيه للعيبه طول ما في امل. لازم نساند لو في اخطاء صعبه قوي بنتكلم فيها زي ما اتكلمنا فيها من شويه يعني. لكن اكيد الجهاز الفني هيشتغل على نفسه، اكيد هيشتغل على الاخطاء اللي كانت قبل كده، اكيد بيشوف فيديوهات وبيشوف هو اتعامل مع المباراه ازاي. هل انا اخطات في تغييره؟ طبعا. هل انا كان في مثلا تغييرات كان لازم اعملها؟ اكيد. مفيش مدرب ما بيغلطش في العالم، لكن المدرب لازم يغلط ويتعلم وما يكررش، ما يكررش،
والا ان انا بقى ماشي في نفس الاتجاه بعمل نفس الاخطاء ومستني نتيجه تانية. استحاله استحاله. طالما انا ماشي في اتجاه وشفت فيه اخطاء لازم اعالجها عشان الاقي نتيجه. لكن انا كل ماتش، انا بتكلم في العموم، كل ماتش في الدوري الانجليزي، في الدوري الاسباني، في الدوري الهندي اساسا، كل ماتش بشوفه بشوف اخطاء وبقول لا الماتش الجاي ممكن تتصلح لوحدها، استحاله طبعا، اكيد هلاقي نفس النتائج وهتكون اكيد نتائج سلبيه. ان شاء الله نشوف روح وفنيات واداء بكره في نادي، في مباراه النادي المصري مع النادي الاهلي، وان شاء الله اكيد مفيش قدامنا اي سبل يعني او اي اهداف. الدنيا اتصعبت شويه لكن خلاص، مباراه بيراميدز والزمالك اللي بيراميدز كسب فيها الزمالك اكيد اكيد في مصلحه النادي الاهلي وفي مصلحه جماهير النادي الاهلي. وان كان المباريات اللي جايه طبعا صعبه، نعدي مباراه بكره ان شاء الله ونتكلم بعد كده في المباريات المتبقيه. مش عارف برضو نغمه لما الاهلي بيخسر بتلاقي يعني كومنتات غريبه جدا، كومنتات غريبه كان في مثلا ناس اخترعوا حاجه عشان تساعد البشريه مثلا ان هي تطلع تاني او تنقذ البشريه. ليه واحد صاحبي مش لازم اقول اسمه يعني، فانا دايما بقول له في وشه يعني كده، معاه فلوس كتير قوي قوي قوي، فيوم ما يشتري عربيه مرسيدس مثلا يجي يقول لنا مثلا ايه رايكم في الانجاز اللي انا عملته؟ ايه الانجاز اللي انت عملته؟ انت معاك فلوس كتير جدا اشتريت عربيه مرسيدس، ايه الانجاز اللي انت عملته؟ ايه الاضافه اللي انت ضفتها للبشريه عموما يعني، او ضفتها لنا احنا كاصحابك يعني؟ فبتلاقي عقول غريبه جدا بتتكلم في تفاهات، لكن احنا دايما قلت قبل كده ان احنا بنبص لنفسنا. وما تزعلوش ما تزعلوش عموما، الـ 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 الدنيا الدنيا ان شاء الله هترجع، وهترجع بسرعه جدا جدا، واحنا متعودين كده ومتوسمين خير دايما في لعيبه النادي الاهلي وفي النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي ان هم بيرجعوا الدنيا بسرعه. ان شاء الله ترجع بسرعه جدا، ان شاء الله الدنيا ترجع لمجريها وكل حد يرجع لمكانه الطبيعي. انا بتكلم على اخطاء على فكره، ما بتكلمش على نادي بعينه، ما بتكلمش على حد، انا بتكلم على اخطاء بتحصل لنا ناس اشتكت منها، ما بنتكلمش على حد خالص. وكل احترامنا بنقول في الاخر كل احترامنا لكل الانديه وجماهيريتها، وقلت انا بالنسبه لي الجمهور خط احمر، لكن انا عموما ما برضاش بالظلم النفسي، فما اكيد مش هنرضى للغير يعني. عموما دي كانت قائمة النادي الأهلي. أقول لكم كمان قائمة النادي المصري اللي أعلنها إيهاب جلال، أحمد مسعود، محمود السيد، محمد شحاتة، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد، وإسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة، كريم العراقي، والناشئ حسام أشرف، عمرو موسى، فريد شوقي، وإيزي إيميكا، وسعيدو، وإسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر اللي هو دي ماريا، وعمر كمال عبد الواحد، وحسين رجب، ومصطفى أمين، ومحمود و أوستن أوموتو. ده محمود وادي وأوستن أوموتو، دي قائمة النادي المصري اللي هتقابل النادي الأهلي بكرة، اللي هيختار منها إيهاب جلال 18 لعيب يمثلوا النادي المصري في مواجهة النادي الأهلي بكرة إن شاء الله. تعالوا أقول لكم بسرعة أخبار لعيبة النادي الأهلي. رمضان صبحي خلاص بيدخل التدريبات الجماعية، رمضان كان أصيب بشد في العضلة الأمامية في إحدى التمرينات أو أحد تمرينات النادي الأهلي اللي كان فيها يعني مجهود عالي. رمضان أصيب أو حصل له شد في العضلة الأمامية، إن شاء الله يرجع بسرعة وبدأ يدخل في التدريبات وانتظم في التدريبات الجماعية. كمان وليد سليمان بيرجع للتدريبات الجماعية بعد رجوعه من ألمانيا. وليد لعيب مهم جدا كنا مفتقدينه كلنا مع كل لعيب بيغيب بصراحة. وليد بيشارك وإن شاء الله يرجع بسرعة. كمان محتاجين كل اللعيبة، عندنا مباريات مهمة قوي عايزين فيها الثلاث نقاط. الدوري خلاص هو الهدف الرئيسي دلوقتي، لكن في العموم قلت لحضراتكم ان المباراه مهمه، لازم يكون فيها تركيز من الجميع، لازم يكون فيها تركيز من الجهاز الفني، لازم يكون فيها تركيز من اللاعب. بنسمع كلام المدير الفني كلنا كلاعيبه، لكن في الاخر احنا لنا روح ولنا تواجد، وان شاء الله المسانده الجماهيريه سواء كانت موجوده او مش موجوده، سواء زعلانين او مش زعلانين، احنا دايما بنسمع صوتهم في ودنا. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد باذن الله، وان شاء الله تكون انطلاقه. عايز اقول لكم بسرعه ترتيب الدوري، قلنا بيراميدز في المركز الاول خلاص، لكن هناك ثلاث مباريات مؤجله للنادي الاهلي. بيراميدز في المركز الاول برصيد 63 نقطه، لاعب 29 مباراه، والزمالك في المركز الثاني وليه مباراتين مؤجلتين برصيد 60 نقطه، لاعب 27 مباراة. الأهلي في المركز الثالث 26 مباراة لعب وعنده 58 نقطة
جمعهم 26 مباراه. ان شاء الله الثلاث مباريات الجايين يكونوا بتسع نقاط كامله، علامه كامله باذن الله للاعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي، يرجعوا فرحتنا تاني بالفريق العظيم اللي طول عمره عظيم، فريق النادي الاهلي. دي كانت اخبارنا في عجاله. هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم الاهلي السابق الكابتن شهاب الدين احمد، هنتكلم معاه في كل ما يخص تساؤلات حضراتكم. فاصل واستنوا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. نورني طبعا نجم الاهلي شهاب الدين احمد، هنعرف منه هو فين واختفى بعد الاهلي، راح فين؟ منور الدنيا طبعا. حبيبك كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام زي الفل والله، وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وكنت وحشني جدا، يمكن بقى لي فتره كتيره ما شفتكش، فمبسوط جدا ان انا معاك، ومبسوط ان انا موجود فينا في يوم اللي الناس كلها بتحتفل بيه، الاهلاويه كلهم، تاسيس النادي اكيد. فطبعا كلنا طبعا بننتمي للكيان الكبير ده طبعا، وجزء منه، فالحمد لله دي نعمه كبيره جدا من ربنا يعني. فعلا والله حبيبك. والله انت عندك حق حبيبك. واكيد انت وحشتني انا شخصيا، وحشت كل الناس، وحشتنا طبعا الذبحه بتاعت شهاب. طمني عليك وطمن الجمهور عليك بعد الاهلي، رحت ايه وعملت ايه ولعبت في انديه ايه ودلوقتي فين؟ مفيش يا كابتن، انا بعد الاهلي رحت طلع الجيش، بعد كده جيت بتروجيت، يمكن حضرتك كنت موجود تمام في الجهاز بتاع كابتن رمضان السيد تمام، وبعد كده رحت الانتاج سنتين ونص، ورحت الاسيوطي 6 شهور قبل بعد يعني، رحت في يناير، وبعد كده سافرت السعوديه، وبقى لي سنه هناك الحمد لله. فين دلوقتي في السعوديه؟ في نادي البكيريه، الحمد لله صعدنا درجه اولى دوري الامير محمد بن سلمان. فالحمد لله يعني كانت خطوه موفقه يعني الحمد لله. ايه اللي خلاك تاخد القرار ده يا شيخ؟ اللي خلاني اخد القرار يا كابتن بصراحه ان انا هنا، انت عارف، يمكن انت عشرتني وعرفت وعارف دماغي، الموضوع بقى صعب في مصر شويه. حسيت ان انا لا، محتاج اطلع بره، حتى لو تلعب درجه ثانيه او درجه ثالثه، حتى درجه ثانيه، والحمد لله يعني. يمكن كان موضوع فيه ريسك، مع ان كان جالي حاجات تانية يعني، كان جالي حاجات في مصر أكيد هنا أكيد. وجالي حاجات تانية في دوله تانية، بس بصراحه الناس كتير قلقتني منها، فاخترت استخرت ربنا والله يا كابتن، وربنا هداني للموضوع ده. مبسوط هناك؟ الحمد لله، الناس محترمه جدا. ده مكانهم فين النادي؟ في القصيم في السعوديه. تمام. فالحمد لله الناس محترمه جدا، رئيس النادي استاذ عبد الله الحديف ابو مشعل، فالناس كلها محترمه بصراحه، والناس بتتعامل معايا بشكل كويس جدا، وارتحت يعني جدا هناك. انت شخصيه جميله وتجبر اي حد على احترامك، وبصراحه لما اتعاملت معاك مؤدب جدا، حبيبي يا كابتن ربنا يخليك يعني بصراحه. لكن انت بتمضي معاهم سنه بسنه ولا سنه؟ كابتن كنت سنة. ماضي سنه والسنه خلصت، وفي كلام يعني الراجل كان اتكلم معايا، بس انا لسه بصراحه انا نزلت مصر اشوف في حاجات تانية هناك في السعوديه برضو، وفي يعني حاجات. انت قعدك معاهم خلص؟ قعدي خلص ولسه ما جددتش؟ لا لسه، هو بس هم كان الناس اتكلموا معايا هناك قبل ما انزل، وقلت لهم ربنا يكرم ان شاء الله، وفي كام حاجه هناك برضو في السعوديه، وفي حاجه في دوله خليجيه تاني، وهنا يعني هنا في ناس اتكلموا معايا ان انا ارجع وكده، قلت لهم هشوف ربنا يكرم، بس انا حابب ان انا اكمل بره يعني. انت كام سنه دلوقتي؟ 28. لسه صغير كابتن، لسه بدري خالص، لسه بدري ان انت تفكر. بس انا عارف لعيب الكوره لما الدنيا لعيب كوره اللي عايز لما بحس ان الدنيا قافله كده، ان شاء الله العب حتى درجه 19 بس العب، عايز لا لا لا، الحمد لله يا كابتن، وانا بقول لك يعني هي الدنيا ما قفلتش معايا هنا يعني الحمد لله، لا كان في انديه وكان في حاجات، بس انا بقول لك وصلت لمرحله يا كابتن ان انا خلاص، انا الاجواء والوضع هنا في مصر بالنسبه لي انا، بالنسبه لشخصيتي يعني، بالنسبه لشخصيتي مش تمام. لا صعب ان انا اتعامل مع حد، لان انت عارف هنا اخر حاجه ممكن الناس تقيمك في الكوره، دلوقتي لا، انا علاقتي بمين ده كويسه، ماشيها لي ومصالح، وانت اخر حاجه ممكن يبصوها يبصوا عليك لعيب الكوره بالظبط، يعني انت كلاعب كوره بالظبط، انا مثلا علاقتي بكابتن ميدو ايه، لا طب خلاص ده كابتن ميدو علاقتي بيه كويسه، طب هات شهاب، انت فاهم ازاي يا كابتن؟ وبناء على كده اغلب الانديه كلها كده يعني، اغلب الانديه في مصر دلوقتي، سيبك من النادي الاهلي والنادي الزمالك والانديه الكبيره دي، لكن اغلب تعامل الانديه انت شفت، لا كلها بتبقى شغل مصالح، بيخلص ده قصاد حاجه بعملها لك الكلام ده كله، بس للأسف. فانا بصراحه انا شخصيتي مش كده يعني، انا مش شخصيتي ان انا مش هروح اكلم حد عشان اقول له مثلا مشي لي الدنيا، او واحد يكلمني عشان انا علاقتي بده،
مفيش الكلام ده عندي. انا الحمد لله مقتنع بحاجه، عمري ما اغير شخصيتي عشان ارضي حد قدامي، لا انا شخصيتي واحده وثابته مش هتتغير. طب انت لما بتقعد تحدد النقاط السلبيه اللي حصلت لك من يوم ما سبت النادي الاهلي كشهاب، بتشوف ايه؟ انت قصرت في ايه؟ شهاب بص اللي كابتن جاب جون عالمي، الاهلاويه كلهم قالوا شهاب هيبقى لعيب جامد جدا في الاهلي. بص يا كابتن، انا يمكن ناس كثيره بتسالني وناس كثيره بتتكلم معايا في الموضوع ده، انا ممكن اكون قصرت، مش هقول لك ان انا ما قصرتش لا، بس انا خلصنا في 2010 بدانا دخلنا في ثوره، الجيل بتاعنا احنا يعني الجيل اللي انا بتكلم على الجيل بتاعنا احنا، دخلنا في ثوره بعد كده ماتش بورسعيد فاهم، بعد كده فضل الدوري موقوف، بنلعب في افريقيا وكنت بلعب الحمد لله لحد مع كابتن يوسف 2013، وخدنا 2012 مع كابتن حسام ورحنا كاس عالم انديه سواء في اليابان او في المغرب. بعد كده الوضع في ناس معينه كانت في النادي وطلعت اتكلمت في الموضوع ده من يوم ما مشيت النادي، لا كانت بتحاربني وبتحارب ناس تانية، مش حابه الناس دي تبقى موجوده في النادي، وطلعت وانا كان ساعتها كابتن علاء ابو صادق كان جه، قلت له يا كابتن انا مش حابب اكمل في الوضع اللي بيحصل معايا، لما الاقي واحد يجي يقول مثلا ده شاب بيغلط في الجهاز، وانا اصلا كنت بره الماتش، يعني كنت بره الماتش، كنت ساعتها مع كابتن وائل جمعه بدون ذكر اسماء يعني. أوكي. الموضوع خلص يعني. فكان الموضوع بالنسبه لي لا، قلت له يا كابتن علاء انا قررت تمشي خلاص. قلت له انا لا مش هكمل، كان المجلس لسه متغير، مع ان انا متاكد ان انا لو كنت موجود بتاعت مجلس كابتن حسن حمد وكابتن خطيب استحاله كان الكلام ده يحصل، لان انا عارف انا الحمد لله انا متربي في النادي من سنه 96 لحد 2014، انا الحمد لله. ندمت على قرار ان انت تسيب النادي؟ كان ينفع استنى شويه؟ كنت ممكن، ومع ان ناس كثيره كانت بتتكلم معايا، يعني لعيبه كبيره كمان كانت موجوده في الفرقه، بس انا بصراحه كابتن كان وصلت لمرحله لا، انت بتعمل كده ليه معايا؟ انت فاهم ازاي؟ لما واحد يجي يقول لك كابتن ميدو انت غلطت في كذا، غلطت في النادي، غلطت في قلت له انا غلطت في كذا، انا الكلام ده ما حصلش مني، وخدت قرار. وبناء على كده كابتن علاء ابو صادق قعد معايا قال لي انا عارف ان انت لو كده ما كنتش يعني ما كنتش ارحمك، كنت هعمل لك خصومات، كنت هعمل لك، كنت هوقفك بالظبط، انت فاهم. فانا بقى لقيت الدنيا لا في حاجه غلط، فقلت له يا كابتن انا بالنسبه لي دي السنه الاخيره، وما تعملوش حسابكم معايا في اي حاجه ثانيه. وبناء على كده يعني الحمد لله انا راضي باي حاجه، لان ربنا كاتبه لي اكيد خير. اكيد فبس فاكيد اكيد طبعا انك تخرج من النادي الاهلي دي حاجه صعبه، وانا بالنسبه لي ان انا عمري ما كنت لعبت في اي حته غير النادي الاهلي، وحتى انا عانيت في الموضوع ده لما مشيت كابتن من النادي الاهلي، لما رحت الانديه الثانيه حس فرق شاسع، فرق كبير خالص، فرق شاسع بين السماء والارض. فخدت وقت على ما اتاقلمت، يعني انا رحت الجيش في بتروجيت في سنه واحده، عارف انت اللي مخبوط شوم على راسه ولسه ما فقش، انا كنت عامل كده بالظبط. انت وحتى انت كنت شايفني بالظبط في بتروجيت، وكان برضو انا كشاب ما كنتش لسه مش متعود على الاجواء دي، بس الحمد لله بعد كده لا خلاص اتاقلمت. يعني بنسبه كام ناوي ترجع وبنسبه كام ناوي تكمل؟ نسبه ان انا ارجع مش كبيره كابتن، يعني مش كبيره بصراحه. طب انت ليك وكيل اعمال من غير ذكر اسماء يعني؟ ليا هنا في مصر، وهناك انا بصراحه بعد الدوري يمكن لعبنا ماتش، لعبنا في القادسيه، ما لعبنا القادسيه وخرجناهم من الكاس، والحمد لله ما عملتش يعني بشكل كويس، القادسيه نادي كبير هناك. وهناك بعد ما خلصت السيزون كذا حد كلمني، وانديه ثانيه كانت بتنافس معانا كلموني، بس انا شايف يعني انا حابب ان انا يعني في الممتاز، يعني ان انا اكمل في الممتاز. لازم بالزبط. لازم تعمل كده، ما ده اللي انا حاطه يعني، ده اللي حاطه. لو ما فيش حاجه بقى يبقى ساعتها اشوف. بعد ما سبت الاهلي قصرت في حق نفسك في ايه؟ في تدريبات، في يعني قول لي اسباب. ممكن ما انا بقول لحضرتك الاسباب، ان انا مثلا لا انا مش مدرك اللي انا فيه، مش عارف اتعامل مع الواقع الجديد بالظبط. تحس ان انت ساعات بيجي لك كده وقت بتهمت فيه اللي انا عملته، او مثلا بتراجع في نفسك في قرارك، فاهم ازاي يا كابتن؟ لكن بعد كده يمكن اكتر واحد دايما كان يقول لي الكلمه دي ودايما احطها في دماغي والدي، كان دايما يقول لي انسى الجو اللي كنت عايشه في النادي الاهلي. لازم فضلت سنه ونص يفضل يقول لي الكلمه دي عشان تعرف تكمل بالظبط. فمع الوقت لا خلاص، يعني الواحد ساعات بيجي له وقت مع نفسه لا خلاص المرحله وخلصت. الواحد عاش فترة أحلى فترات، خلاص هو ده لازم أركز في الشغل، أركز في. فالحمد لله يعني أنا شايف إن التجربة الأخيرة دي كمان فرقت معايا جدا يعني. وبعدين أنت شخصيتك تخلي الناس تفهم إن أنت متعالي عليهم.
مع ان انت عكس كده تماما. بالظبط، هي دي برضو حاجه من الحاجات، انا اي حد ما يعرفنيش يا كابتن يمكن انا ما بتكلمش كتير مش اجتماعي بالظبط، يعني بمعنى اشمل، ما اعرفش اخد على حد بسرعه، او ما اعرفش مثلا ان انا زي ما بيقولوا ايه يعني اتعامل معاه بشكل سريع جدا، لا انا ببقى هادي جدا وما بتكلمش كتير، ممكن اللي قدامي يفهمني غلط، بس لما يتعامل معايا يقول لي لا انت احنا كنا فاكرين ان انت متعالي او مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن غير كده خالص بالظبط يعني. بالظبط، فهي دي برضو حاجه من الحاجات اللي كانت بتواجهني، ان انا مش اجتماعي زي ما انت بتقول، بس يعني مش عارف اغير من شخصيتي لان هي دي شخصيتي يا كابتن. لا لازم هو بس مش شخصيه، هو خلي بالك مش شخصيه، انا فاهم يعني ممكن هي اجتماعيا اكتر. بالظبط، هي اجتماعيا كشكل، احاول اتعامل اجتماعيا، لكن اي حد بتعامل معاه الحمد لله، انا عمري ما اتعاليت على حد ولا عمري. بالظبط يعني كابتن، بس ليه ما بتفكرش انت تكلم انديه او وكيل اعمالك يكلم انديه؟ مش شايف ان هو عيب خالص تكلم في مصر هنا؟ انا لا انا بقول لك انا ممتاز عندك، انا في ناس كلموني أندية. يعني انا في ناس كلموني وانديه محترمه هنا في الدوري المصري، يعني انا شايف انت لازم تعمل كده شويه. انا لا انا من ناحيه الدوري المصري يا كابتن ما عنديش مشكله خالص، بس انا بقول لحضرتك انا مش عايز ارجع، لان انا خايف ارجع بصراحه، خايف اخد خطوه الرجوع ان انا اعيد اللي كنت فيه. اختار كويس، انت فاهم ازاي؟ اختار صح، حاول تختار صح، ما هي دي بقى النقطه. بس يعني ما تختارش المكان دايما، ما تختارش المكان اللي يناسبك، يعني اختار المكان اللي انت هتعرف تتعامل معاه. لا بص يا كابتن، يعني حته التعامل انا الحمد لله انا بقول لك اتعلمت جدا في حته اللي انا اتعامل، لا انا لازم تاقلم نفسك، ما مش كل بالظبط مش كل الاوضاع هتبقى كويسه، مش كل الاوضاع هتبقى الدنيا تبقى وردي حواليا، لكن لازم انا اتعامل. انا بقول لحضرتك يعني انا بعد ما مشيت الوضع زي ما بقول لك، لكن بعد كده لا الحمد لله بدات اتاقلم في اي وضع وفي اي مكان يعني الحمد لله. تمام، ان شاء الله ترجع هنا وتكسر الدنيا ان شاء الله وتحدى نفسك. انا شخصيتك، انا عارف شخصيتك ان شاء الله، بس انت تبقى عايز تبقى تمام. لا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. شهاب الجول طبعا، جول التحفه اللي عمر الاهلاويه مش هينسوه، جول الاتحاد الليبي. الدبح الدبح دي ايه؟ خلصت علينا ولا ايه؟ لا لا لا، هي كانت هناك كنا خسرنا هناك 2-0 الجول اهو. تعالى نسيب الجماهير تستمتع بيه تاني، تستمتع بيه تاني. انت واخد الكوره ومقرر تعمل ايه؟ حتى بركات كابتن محمد وانا بشوط قال لي ما تشوطش وبيعلي صوت. والله يعني عايزين يضمنوا الكوره، لان كان خلاص يا كابتن الدقيقه 94 يعني كانت اخر هجمه. انا بزعل قوي بصراحه يا شريف، انا بزعل قوي لما الاقي لعيب كوره كده بالاصرار ده والشخصيه بتاعتك في الملعب، شخصيه في الملعب انا عارفك يعني، والظروف تاثر عليه سلبيا. ساعات يا كابتن يعني انا بص احنا كلنا بشر، ساعات الظروف بتبقى صعبه شويه، او تفكيرك انت ممكن تكون بتفكر بشكل غلط، لكن الاهم انك تعترف بالخطا ده وتحاول تصلحه يعني. برافو عليك، يعني دي الاهم حاجه. كان فكرني بالتشكيله بتاعت الماتش ده شهاب كده. كان شريف اكرامي وكابتن وائل جمعه وكابتن احمد السيد، وكان شريف عبد الفضيل وكابتن سيد معوض وعظيم كنت انا وحسام عاشور وكابتن بركات وكابتن احمد حسن وكان محمد فضل، مش فاكر مين التركي كان فين؟ التركي كان احتياطي ونزل. كان كابتن محمد كان احتياطي في الماتش ده ونزل، بس قاعدين احتياطي تريكا كان قاعد احتياطي، كان قاعد احتياطي في الماتش ده فنزل بعد كده، بعد اظن بقى كان كابتن احمد حسن. تعالى يعني ارجعك الاجواء اللي انت طالع الفريق النادي الاول الاهلي الاول من الناشئين، ودماغك فيها ايه بقى؟ ولا هتتعامل مع الموقف ازاي؟ والله كابتن انا عايز اقول لك حاجه، انا يمكن اول مره اقول الموقف ده. انا لما طلعت درجه اولى كنت تحت عندي 16 سنه فريق الشباب، فكنا خلصنا السيزون بتاعنا، فطلعنا بعد كده كابتن فتحي مبروك كان ماسك فريق ال 20 سنه اللي هو اللي تحت الدرجه الاولى، فكان خدنا انا وكام لعيب من فرقتنا، خلصنا السيزون بدري فخدنا وطلعنا اتمرنا معاه. فالمهم كنت بلعب معاهم وكنت ماشي كويس جدا، فكان فتره في لعيبه في المنتخب من لعيبه النادي الاهلي تمام، فطلبوا منه ديفندر وهاف وباك رايت، فهو رشح لهم كنت انا ومؤمن زكريا كابتن فتحي كان ماسكك هو في فريق الشباب، كان ماسكني وكنت اول مره اتمرن معاه، يعني كنت اول مره اتمرن معاه لان كان عندي 16 سنه وهم فرقتهم 20 سنه تمام. فقال لي تعالى ايه، فبعد ما خلصنا سيزون قال لي انا عايزه ايه يلعب معايا والكلام يكمل معايا السيزون. ف
فخلصنا تمرين، بيقول لي بكره هتروح التمرين الفريق الاول، هم عايزين 3 لعيبه. فانا قلت لهم عليك ومؤمن، وكان مصطفى صلاح. قول لي بقى بالظبط كده. قلت له يا كابتن احنا هنروح كماله عدد. لا قلت له مش عايز اروح، هودي اي حد. قال لي بجد؟ والله العظيم بالظبط كده جد. انا يمكن اول مره اقول الموقف ده. فقال لي لا روح، وايه المشكله، واطلع شوف الاجواء مش عارف. قلت له لا يا كابتن، برضو لما يبقى هم طالبيني غير لما ايه حضرتك تطلعنا. 16 سنه. فقال لي خلاص انا هطلع حد تاني مكانه. قلت له خلاص ماشي يا كابتن. كان هو لسه بيعمل بيزود مع المهاجمين، فيا دوب مشيت من هنا يا كابتن لحد مثلا اخر ال قلت ايه اللي انا عملته الباب ده. رحت راجع له كده، قلت له بقول لك كابتن فتحي خلاص انا هروح هروح. قال لي طيب كويس. طلعت كويس ان ما كانش في مدرب زيك بيمرنك. والله العظيم يا كابتن بالظبط كده الموقف كده بالظبط. لما اقول لك كنت عندك 16 سنه اطلع اتمرن مع الفرقه وتقول لا انا مش عايز اروح كمال التعدد. نعم كان المشكله ساعتها كان مستر مانويل كابتن، كان دايما في القطاع يقول لك ما مش هيطلعوا ناشئين، مفيش ناشئين. اخر واحد طلع حسام عاشور وما فيش حد هيطلع تاني. كان ساعتها الفرقه مين بقى كابتن؟ كان حضرتك موجود معاه، كان حضرتك موجود وبركات وابو تريكا وكابتن وائل وناس كتير. كان في نص الملعب مين؟ كان ساعتها احمد فتحي. احنا كنا بالثمانيات والتسعات في المركز بالظبط، اللي هو كان الجيل ده اصلا كان كل يوم ولا كل اسبوع بيجيب بطوله. فقلنا هنطلع كده كده. والله فعلا كنا كل حوالي اسبوعين بنجيب بطوله. انا فاكر. فكان الموضوع بالنسبه لنا كلعيبه صغيره لسه، لا الموضوع صعب. انت هتطلع تمرن لك تمرينتين وهتنزل، يعني لو طلعت ما حدش هيقدر بيك انت طلعت ولا نزلت. فطلعنا مع مستر مانويل. والله العظيم يا كابتن طلعنا اتمرننا اسبوع، وكان معاه هشام محمد ساعتها طلع بعديها بثلاث ايام جنة. خبر ابيض. فالمهم ايه، اتمرننا بعد كده لقيت مستر مانويل بيقول لهم انا عايزه ايه معايا يتمرن معايا، وممكن يبقى ينزل يلعب الماتشات تحت مع ال 20 سنه لما ومنها يتمرن ومنها ايه. فضلت اتمرن مش في دماغي بقى، قلت هتمرن وخلاص. والراجل يعني شاف ال 18 مره راح مدخلني ماتش الترسانه اللي هو 3-2 في كل الحربيه، لقيته بينزلني. ده اول ماتش ليا في الفريق الاول. احنا كنا خسرانين فيه وكسبنا. كنا خسرانين وكان كابتن احمد حسن ساعتها اللي جاي. فبعد كده ايه رحت من ساعتها وانا في الدرجه الاولى. خلصنا كان الاهلي ساعتها خد الدوري، كان اخر سنه المستر مانويل مشي. وانا فاكر كنت انا وهشام قال لهم دول هيبقوا مستقبل النادي. فعلا. بعد كده رحنا احنا كاس العالم الشباب اللي كان في مصر. بعد كاس العالم كابتن حسام مسك حسام البدري مسك الفرقه، ورجعنا على الفرقه. ومن ساعتها بقى الحمد لله خلاص. شكرا. من ساعتها كملنا بقى. بس يعني رد فعل غريب قوي. ما انا بقول وسبحان الله كابتن، يعني انا مقتنع جدا باللي انا مش هروح كابتن فتحي خلاص بقى ومش عارف ايه وودي اي حد تاني. اللي هو يا دوب انا مشيت كده ورجعت. عارف لو مش هادي كان ادالك بالقلم. لا وهو في اليوم ده كان هادي جدا. انا بقول لك يعني شخصيه جميله جدا جدا، يعني جميلة. انا من الناس اللي بحبها جدا والناس المحترمه. فمشيت بقول لك كابتن ورجعت، قلت له كابتن فتحي انا هطلع خلاص. وقال لك ماشي انا رايح. قال لي خلاص جدع جدع جدع، لان هو في اليوم ده كان قاعد بيمرن اللعيبه وكان مبسوط. يعني انا لقيت اي مدرب تاني يا شهاب. ايوه ده فعلا مختلف. انا بقول لك كابتن انا ما اعرفش. انا بقول لك وانت عندك 16 سنه اطلع اتمرن مع مانويل. انا ما اعرفش. انا اصلا يعني انا قلت كده ليه؟ يعني انا بقول لك كابتن سبحان الله، قلت له يا كابتن لا انا هنطلع كماله عدد. وهو كان بيحبني جدا في الفتره دي وكان بيلعبني. يعني انا كان في لعيبه كتير، كان في مصطفى شبيطه بس كان طلع اعاره وشبيطه وكان الجيل ده بتاعهم. كنت بطلع اتمرن معاهم، هم اكبر مني بثلاث سنين. ف شبيطه وإينو لا إينو كان ساعات بينزل يلعب معانا، لان كان ساعتها في ثلاثه من الدرجه الاولى بينزلوا. اوكي. كان بينزل إينو ساعات والعجيزي، وكان بينزل احمد علي واحمد عادل الجون. بعد كده بعد ما انا مشيت فلقيته بيقول لي بقى زي ما بقول لك كده، مع ان كان في لعيبه ثانيه اولى يعني في فرقته المفروض الاصليه اللي هي ال 87. مين اكثر لعيب اثر فيك في الاهلي؟ لا كثير يا كابتن كتير. انت اكتر حد او اكتر اتنين يا سيدي ماشي يعني في مركز. سبحان الله لما كل تخيل كل ما اقول لحد لعب في الاهلي مين اكتر لعيب اثر فيك يقول لي لا يا كابتن كتير. كابتن طبعا، لان انت احنا كلعيبه صغيره لما طلعنا تخيل كده في الاوضه. طلعت اول يوم، والله احنا طلعنا اول يوم انا فاكر كان كابتن ابو تريكه وبركات وسعد معوض وائل جمعه احمد فتحي عماد متعب اسماء فلافيو جيلبرتو. يعني جيلبرتو ده من الناس اللي اول ما طلعت كان على طول يقول لي لا انت هتبقى لعيب كويس. وحتى الحضري، لا الحضري كان ساعتها كان رجع من سيون كان بيتمرن معانا تحت
في الناشئين. كان ساعتها كان كابتن امير واحمد عادل وكان رمزي صالح. وكان عاشور طبعا، وكان كابتن احمد حسن، فناس كتيره جدا. ان انا الواحد مبسوط جدا ان هو تعامل مع الجيل ده. وجي بعد كده كابتن حسام غالي كان محترف ورجع، وشوقي وإينو طبعا، ومش عايز انسى حد. كان في عصابه كده في الجنب كده اللي هم بتوع الكنب اللي ورا. انت لو كنت رحت العصابه دي كان الدنيا كانت هتفرق. لا ما احنا كنا في العصابه دي، كنت اساسي. كنا طبعا. ده خلي بالك اللي بيدخلها كان بكرنيه وكان فيلم. كنت كان يفضل يقول لك انا مشيت الناس كلها، في الاخر عاشور اللي خلص عليها. عاشور، عاشور اللي هو مستر اكس. عاشور هو اللي طلع، هو اللي مخلص على العصابه دي كلها. طيب هناخد تليفون. انت قلت لي ان والدك ربنا يديته طبعا، ربنا يخليه يا رب، كان دايما يقول لك لما تروح مكان حاول تنسى ان انت كنت في الاهلي. طبعا. قول له بقى مساء الفل. ازيك يا حاج؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن ميدو ازيك؟ منور الدنيا يا حاج، ربنا كده يكرمك. كل سنه وحضرتك طيب الاول. كنت طيب. الايام المفترجه اللي احنا فيها الجميله دي. وربنا يخلي لك شهاب، حاجه جميله جدا وشخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه مؤدب. ان شاء الله ربنا يكرمه. الحمد لله والشكر لله يا حبيبي. يعني ابن بار ان شاء الله، وربنا يوفقه، ودايما ندعي له ان ربنا يوفقه. ربنا يخليك يا حاج. انا بقى عايز اسالك سؤال بقى، قلت له ايه لما قال لك انا هسيب الاهلي؟ لا انا ما ولا ما قالكش. لا كنت في 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 دوامه الايه اللي قاعد مثلا بقاله من 96 لغايه 2014 وبيحاول يكبر في نجم، وكل الناس بيساعدتهم بتقول ان هو هيبقى لعيب كويس، وفي الاخر تحس ان انت ممكن ايه الامور تبعد عنك شويه. تمام. كان لازم يبقى فيه، لان احنا اولاد الاهلي في الاصل، بس اولاد الاهلي كلنا اكيد، يعني اخوه، حتى اخوه دلوقتي هو برضه في النادي الاهلي في القطاع في 2006. في اخويا في 2006 ما شاء الله. هنتكلم نتكلم عليه اكيد. فطبعا هو كل حاجه نصيب طبعا، وشهاب دايما راجل نصيب، بس هو كان في مشكله ان هو ما كانش عارف يتاقلم في الفتره دي، قعد سنه وسنتين لغايه ما يعني بالنصيحة لغاية ما كده ربنا كرمه وبدأ. لكن أنا بعتقد إن السنة الأخيرة للسعودية هي دي من أفضل السنوات اللي بعد ما خرج من النادي. لسه كنا بنتكلم في النقطة دي، وقال لي فعلا إن هو من أفضل السنوات اللي لعبها كورة. إن شاء الله يرجع بسرعة جدا هنا كمان في الدوري المصري في الدوري الممتاز، لأنه يستاهل بصراحة، نادي كبير. لكن قول لي، أنت كنت مقتنع إن هو يسيب النادي الأهلي علشان يشوف مكان تاني؟ لا طبعا. ما كنتش مقتنع. لا طبعا. شفت، هو ما كانش مقتنع. هو كان ساعتها، لان انا قبل ما امشي كان بيجي لي حاجات من بره. لا طبعا ما خدتش في دماغه ثواني، ما فكرش. لا 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 ما فكرش. انا بقول لك هو حتى اتفاجئ بقراري، يعني حتى اتفاجئ بقراري لما رجعت. لقيت في يوم لما بقول لحضرتك، انت خدت القرار من غير ما ترجع له؟ لا خدت القرار، لان انا اللي عايش في الاجواء. بس ساعات النصايح بتفرق، واكيد طبعا والدك عارف الحاج احمد. طبعا طبعا. بس ولا ايه يا حاج؟ يعني ساعات احنا كده الدنيا بتاخدنا، بناخد قرارات من غير ما نستشير اهالينا، وبنرجع نندم تاني عليها. كابتن ميدو انا اقول لك على حاجات كده حصلت في الفتره اللي هي شهاد كان فيها في منتخب الشباب ومنتخب اولمبي. اتفضل. يعني قعد حوالي يمكن خمس ست انديه في اوروبا من افضل الانديه في المانيا وفرنسا واسبانيا، جات له الفتره دي اللي هي السنين دي، يعني من ايام المنتخبات يعني. والنادي الاهلي لا مش هنقدر نفرط فيه. كابتن امانويل مثلا يقول لك لا ده انا محتاجه، طب يعمل معايشه مثلا بره، لا انا محتاجه. فانا طبعا كان الكلام ده ابن النادي الاهلي، ما اقدرش اتكلم. يعني حتى لما جاي يجدد شهاب عقده قلت له يعني كام سنه؟ قال لي ثلاثه. قلت لهم ده 10. اساله كده معاك اهو. قلت لهم يلا تمضي طول العمر، ما بقاش مشكله. تمام. لكن انا حزنت لما لقيت القرار كده، يعني فاهمني؟
لكن هو طبعا نصيب في الاول والاخير. اكيد اكيد طبعا. وليه هو ما يرجعش النادي الاهلي؟ برضه انا ليه ما اتمناش انه يرجع النادي الاهلي؟ طبعا 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 حق مشروع كمان. وشهاب انا لسه بتكلم معاه، لعيب كويس قوي، لعيب كمان لعيب مدرب، المدرب يحبه. ان شاء الله تشوفه في احسن مكان في الدنيا يا حاج احمد باذن الله. شكرا كابتن ميدو والله يعني على شعورك ده. وطبعا انت هو طبعا يعني اشتغل معاك في بتروجيت فانت عارف شهاب. اكيد، ما انا عشان كده بقول لك ان شاء الله ان شاء الله تشوف احسن مكان في الدنيا. ونورتني وشرفتني في مداخلتك الحاج احمد سعد والد نجم شهاب. ليه ما تقولوش انا هعمل كذا وكذا؟ كان ممكن يقنعك، بس الحمد لله طبعا دايما بنختار وفي الاخر احنا ممكن نندم وممكن، لكن ربنا يبقى خلاص. طبعا يعني طبعا خلاص. يعني زي ما انت عارف يا كابتن، ساعات انا بقول لك يعني التفكير اللحظي ده ساعات هو اللي بياخدك لطريق مثلا في الاخر بعد كده تكتشف ان هو غلط. فلكن الحمد لله في الاول وفي الاخر هو نصيب، ومحدش عارف ممكن الايام تدور والواحد يختم حياته في النادي الاهلي. يعني لان ده حلم، يعني من ساعه ما مشيت ده الحلم اللي انا نفسي احققه، ان شاء الله احققه باذن الله. ان شاء الله لان لسه صغير 28 سنة. يعني ان شاء الله باذن الله احققه. يعني انا لاعب متهيألي قبل ما انت يعني قبل سنك ده لاعب بسنتين. انت لاعب صغير برضه يا كابتن. انا لاعب 26 سنة. لا 26 سنة انا عارف طبعا يا كابتن، لسه بدري قوي 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 ان شاء الله باذن الله. انت ممكن تبدا حياتك بالظبط 28. بالظبط. فان شاء الله باذن الله الواحد من السنة اللي فاتت دي واخد تحدي بينه وبين نفسه، وان شاء الله يقدر يحققه كله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. تعال نرجع تاني على اللعيبه اللي اثرت في شخصيتك او اللعيبه اللي انت اتعلمت منها. انت قلت لي كانت الاوضه كانت كلها نجوم طبعا، لكن اكيد في علامات كده، في مواقف حصلت، في كلام سمعته ما بتنساهوش. لا هو من ناحيه الكلام يا كابتن اللعيبه كلها دي كانت بتتكلم، يعني اللعيبه كلها يعني ازاي يعني حته انك تعتمد على نفسك والمسؤوليه انك تطلع تتحمل مسؤوليه في وسط جيل ما عندوش اي حاجه غير ان هو هدفه ان هو يسعد الناس الجماهير، هي دي اكتر حاجه اتعلمناها. يعني انكار الذات كان دايما كابتن ابو تريكه دايما يقول الكلمه دي، انكار الذات. وحتى كان في اي حاجه اللعيبه بتتشاور فيها يقول لك انا مع الجماعه مثلا، حتى لو انا قراري مش مقتنع ب تريكه بس طالما القرار مع الجماعه انا مع الجماعه، حتى لو القرار انا مش عايزه. فدي من الحاجات اللي الواحد لا يعني. وكان كابتن وائل جمعه على طول، كابتن حسام غالي، يعني كابتن حسام غالي ده برضو من الناس اللي اثرت في اللعيبه كلها، في الكبيره والصغيره. يعني في اللعيبه الكبيره اللي هي كانت كابتن ابو تريكه، كان كل اللعيبه دي كلها بتاثر بحسام غالي، لان كان عنده روح والتفكير بتاعه والمنتاليتي بتاعته غير عاديه. يعني طبعا بركات هو اللي كان دايما بقى بيهون، يعني هو اللي في عز الشد او في عز التنشنه اللي انت فيها لا تلاقيه هو اللي رهيب، يحسسك ان مفيش حاجه، الدنيا سهله جدا. ومع ان شخصيته كده هو كده هو بس كده يدخل الملعب تلاقيه شخصيته هو في الملعب ملوش حل. اقسم بالله كابتن احسن لعيب لعبت معاه في حياتي، يعني بلغه الكوره اصيع لعيب كوره، صايع لعيب كوره صايع فعلا. هو عارف عايز ايه، يفضل يقول لكم انتوا بتعملوا ايه انا هعمل ايه اللي يجيب من الاخر. هو كده يعني تفضلوا انتوا 90 دقيقة تفضلوا تجروا وتخبطوا وانا اطلع انا 10 دقايق اخلص لكم الماتش. دي حقيقة فعلا. هو كده دي حقيقة. يعني هو كابتن سيد 10 دقايق بالظبط في الماتش خلصوا الماتش، يجيب جون يعمل جون. فلا كان بصراحة لعيب غير عادي يعني. بالظبط بالظبط. اقول لحضراتكم ان بكرة ان شاء الله لجنة الحكام بالاتحاد المصري اعلنت طاقم حكام مكسيكي لإدارة مباراة الاهلي والمصري بكرة ان شاء الله، بقيادة حكم الساحة هيكون روبرتو جارسيا. ده طاقم حكام مكسيكي، ده حكم ساحة جارسيا حكم ساحة بيعاونه أندرس وكريستيان، وحكم رابع اسمه إيريك. دي حكام بكرة إن شاء الله الأهلي والمصري طاقم حكام مكسيكي. كل التوفيق ليهم. ما نشوف بقى الحكام. شفت الحكام؟ حكام جمال. نرجع نشتكي من التحكيم المصري. إن شاء الله يكونوا حكام بقى ما فيش اساسا حاجه، يعني يكونوا حكام يدونا حقنا على الاقل. احنا عايزين حقنا على الاقل، حقنا عشان نخرج من قصه التحكيم. قلت لكم قبل كده ان هي مش شماعه، وقلت لكم ان لعبه كره القدم في العالم كله يا جماعه. بس انا عارف جماهير الاهلي بتفكر ازاي. مش عايز اقول لكم بقى شوفوا الريال بيتغلب، وشوفوا مانشستر بيتغلب ازاي، وشوفوا مش عارف مين بيتغلب ازاي. الفرق الكبيره كلها السنه دي بيحصل لها دروبات، لكن ان شاء الله الاهلي هيفضل دايما كبير، وباذن الله باذن الله يرجع بسرعه.
المركز المفضل مركزه الاول. تعال نطلع فاصل ونرجع نواصل مع النجم شهاب الدين احمد. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه معايا النجم شهاب الدين احمد اللي انا شايف ان هو بصراحه ظلم شويه في الدوري المصري، ان شاء الله يرجع له بسرعه. افكر حضراتكم تاني بان في طاقم تحكيم مكسيكي هيقود لقاء الاهلي والمصري بكره، حكم الساحه اسمه روبرتو جارسيا، نشوفهم بكره ان شاء الله. واحنا دايما بنطالب بس بالعداله التحكيميه، مش عايزين اكتر من كده خالص، مش عايزين حد يعني يدينا حتى اوت زياده، عايزين الفير بس الفير. منور الدنيا نجم حبيبي يا كابتن. عايز نتكلم عن النادي الاهلي وعندنا دوري، شايف الدوري ازاي؟ انت قلت لي عايز تتكلم على حته التجربه اللي انت خدتها في السعوديه. انت شايف ان هي احسن سنه ليك بالنسبه لك ليه؟ ايه الجديد بالنسبه لك؟ لان يا كابتن كانت بالنسبه لي كانت جديده لاني كنت مركز في الكوره بس. طب ليه ما تعملش هنا كده وشايف؟ يعني ليه ما تقفلش ودانك؟ انت شفت اللعيبه؟ لا انا مش موضوع ان انا بسمع الكلام ده، لا انا خالص يا كابتن، انا حته ان انا بسمع لحد والكلام ده لا خالص والله، يعني لان انا اتعودت على الضغوطات وتعودت على الكلام ده، فبالنسبه لي يعني عمري ما هيبقى في ضغط في اي نادي في مصر زي الاهلي. بالظبط، يعني مع احترام لاي نادي، لا الضغط في مصر هو النادي الاهلي. دي صور من الدوري ده الدوري هناك. اوكي، ف حته ان انا هناك كنت مركز في الكوره جدا بس الناس محترمه جدا، كانت يعني مسخره لك اي حاجه. بالظبط اي حاجه بصراحه، رئيس النادي راجل محترم جدا الاستاذ عبد الرحمن الحديف، والناس اللي بتساعده كلها استاذ حامد الدغماني، اجي للجهاز كان معانا مدرب تونسي بصراحه من احسن مدربين اتمرنت معاهم يعني. فعلا سنه صغير يا كابتن، قريب من اللعيبه جدا نفسيا، يعني انا شايف ان المدرب نفسيا قبل ما يبقى فنيا كويس دي اهم حاجه في المدرب، بيعرف يتعامل جدا مع اللعيبه كابتن محمد دحمان، ومعاه مدير الكوره هاني الشبرامي، ومعاه بقيه الجهاز مش عايز انسى حد يعني، سعد السبيعي وايمن الدكتور ايمن ومحمد بيجاوي ومدرب الاجوان محمد علي مسلم. انت سنه واحده بس اللي عشتها هناك معاهم؟ سنه بس بصراحه كابتن رجعتك كتير. رجعتني كتير في الكوره وفي انك تبقى عرفت حاسس ان بتلعب رجعت لك ثقه بنسبه بتلعب وانت مستمتع، الكوره هناك في التزام يعني، شوف يعني هي كانت درجه ثانيه يا كابتن، بس اقسم بالله التزام في كل حاجه، لا فعلا الناس هناك في السعوديه ملتزمين في كل حاجه كابتن، سواء في ماتشات هناك لو اتاخرت ما ينفعش تاخر، الاتحاد السعودي يعني حاطط اللائحه على ماشيين بنظام كبير قبل السعوديه. بالظبط ماشيين بنظام، فهناك لا الدنيا هناك منظمه جدا يعني. بس فانا بصراحه كنت سعيد جدا بالتجربه، وتعرفت على لعيبه هناك كمان محترمه جدا، اللعيبه كلها هناك محترمه، ومن الشخصيات الجميله اللي انا عرفتها هناك كلهم يعني بلا استثناء، ما فيش واحد يعني زي ما بقول لك، لا هناك كلها لعيبه محترمه وطيبين، والبلد اللي انا كنت عايش فيها كابتن ناسها طيبه جدا يعني كان الناس طيبين جدا وبيحاولوا يعملوا لك اللي انت عايزه. عملت رحلات عمره هناك؟ كتير الحمد لله. بينها وبين مكه قد ايه؟ لا باخد طياره طيران لكنني بالعربيه بتاع ولا 12 ساعه مثلا. اجمل حاجه؟ احسن حاجه بصراحه يعني، كنت في اقرب في الاجازات اروح واخد من نفسي وطالع، فالحمد لله دي من الحاجات برضو اللي الواحد يعني كان هناك مرتاح نفسيا. كنت لوحدك ولا معاك اسرتك؟ لا كانت معايا اسرتي، كان معايا اسرتي وكانوا بينزلوا هنا لان ابني مدرسته هنا، فبس قضى اغلب الفتره قضاها. ابنك عنده كام سنه؟ ابني عنده 4 سنين ونص. لسه؟ لسه. اسمه ايه؟ زيدان. انت مسميه زيدان عشان حاجه معينه ولا هو زيدان؟ لا انا بحب زين الدين زيدان. فسمعت عشان كده. ف عنده كوره؟ والله لا هو بيحب العربيات، تساله يقول لك عايز اطلع ميكانيكي، مجنني بالعربيات والله كابتن. بس هو مؤخرا بدا يعني يقول لي انا عايز ابقى زي صلاح يعني النهارده قبل ما اجي بيقول لي ما اتكلم كريستيانو مش صاحبك، هو فاكر بقى ان احنا كلنا بنلعب كوره كلهم كده فكلهم صحاب بقى، يقول لي كلم كريستيانو. كلم لي كريستيانو عشان عايز اكلمه والله. ف
ربنا يبارك فيه كده ويبقى ولد صالح يعني. ربنا يخليهولك ربنا يخليهولك. تعال نشوف الدوري المصري، وشايف الدوري المصري كنت متابعه؟ متابع الدنيا، متابع متابع الماتشات كلها من هناك، وزيت ماتشات الاهلي يعني. الدوري صعب السنه دي يا كابتن، يمكن الدوري السنه دي صعب، وصعب تتوقع مين اللي هيحسمه من بدري يعني. كنا الاول نقول الاهلي وزمالك وبيفرق في الدوري، تلاقي الاهلي فرق، فاهم؟ فالسنه دي الدوري صعب، واللي مصعبه يعني، انا اللي عايز اقوله اللي مصعبه الاهلي، مصعبه على نفسه، مش حد تاني يعني. الاهلي بيبقى لا، المفروض الاهلي طول عمرنا ما بنركزش مع حد يعني، دي الحاجه اللي كانت مميزه النادي الاهلي، ان هو مركز في نفسه وما بقى. لا انا شايف السنه دي لا، في مركزين في حاجات خارجيه مالهاش علاقه يعني. في ناس بتحاول تعطلك، في ناس بتحاول تخليك تركز بره ورا هدفك، لكن لا، انا كنادي اهلي لا، انا طول عمري ببقى حاطط هدفي بحققه. غير ان نادي الزمالك السنه دي بيأدي بشكل كويس، بيراميدز برده بيأدي بشكل كويس، فهي دي اللي مصعباها يعني، هي دي اللي مخليه بحس كمان ان انت، انا زي ما بقول لك، انت اللي حاطط نفسك في الدوامه دي. انت المفروض اصلا كنادي ما تبصش تحتيك، انت بتبص خلي على بالك. خلي بالك احنا لسه لغايه دلوقتي، بص احنا بنتكلم ازاي واحنا زعلانين كجماهير زعلانه والاهلي، وانت لسه قدامك ثلاث مباريات بتسع نقاط هيخلوك في المركز الاول. انت بالظبط، انت لو كسبت الماتشين اللي بينك وبين بيراميدز، وهتبقى اول طبعا، بالظبط ثلاث ماتشات، وربنا يكرمك تكسب الماتش المصري ماتش الزمالك، وممكن ان شاء الله يعني تكسب الماتشات اللي هي متاجله لك دي، وقبل ماتش الزمالك ممكن تكسب يعني، بالظبط. لكن الدوري السنه دي زي ما بقول لك كابتن صعب، لان الفريقين اللي بينافسوك قريبين منك جدا وبيأدوا بشكل كويس جدا، فهي دي النقطه يعني. مباراه، تعالى نتكلم على مثلا مباراه الاهلي وبيراميدز يا شباب، نتكلم عليها بقى ككوره يعني، استاذنكم نتكلم ككوره. انت ضيعت كتير قوي في المباراه، كتير جدا. وبيراميدز مثلا لو عدينا فرصها، متهيألي كوره في العارضه وجول. ما انا بقول لك ماتش بيراميدز يا كابتن ضيعت كتير جدا، وبرده انا برده يعني حاجه بتضايق الواحد جدا، الماتشات اللي هي المفروض يعني اهلي وزمالك او اهلي بيراميدز، ما ينفعش تلعب على ملعب بيتر سبورت، ما ينفعش تلعب على الملاعب دي يا كابتن. انت خلاص انت ما فيش قدامك حلول. ما هو كابتن معلش، انت دوري من اقوى الدوريات في افريقيا وفي الوطن العربي، عندك افريقيا وقافلين ملاعب يا كابتن، ما في ملاعب مقفوله ما حدش بيستخدمها، كلها حربيه، ده مقفول بقاله كام سنه يعني، معلش ما تفتحوا الفتره دي يعني، فاهم ازاي يا كابتن؟ عندك في السويس، روح العبوا في السويس يعني، العبوا في اي ملعب يتقال عليه ان هو ملعب كويس. لكن انت في ملعب بيتر سبورت صغير جدا، نوعيه اللعيبه بتاعه الاهلي والزمالك والبيراميدز ما تحبش الملعب الضيقه دي، وانت عارف الكلام ده يا كابتن. بالظبط. وارضيه الملعب مستهلكه، لان شوف كام فرقه بتلعب عليه، ان هو مجمع مباريات على ملعب بيتر سبورت. وده يعني في اغلب الفرص اللي يعني يا جيرالدو جات له فرص كلها من الملعب، لو ملعب كويس هيبقى راكب الكره ضامنها، لكن تلاقيها قبل ما تجيله بتنط النطه اللي هي بتاعه الارضيه اللي مش كويسه، تلاقيها راحت طالعه خالص، بيبقى تحت العرض يعني، جوان سهل جدا. فالحاجات دي لازم لا يعني يتبص لها، دي حته الملعب، لكن حته الفرص لا، الاهلي ضاع كتير. الاهلي ضاع كتير، بس هي النقطه كابتن، ان في، انا مش قصدي ان انا اتكلم على لعيبه او اتكلم على حد، لكن لازم اللعيبه تحس لا، انا في النادي الاهلي انا لازم ابقى شايل المسؤوليه، انا ابقى عارف قيمه التيشيرت اللي انا لابسه ده. اللعيبه كله بيحاول يأدي، بس لازم، انت جاي لازم قبل ما تيجي، والله لو فنيا عندك 50% بس شخصيتك قويه هتبقى لعيب جامد جدا في النادي الاهلي، لكن فنيا 100% وشخصيتك 30 40% ومش في دماغك، ولا هتنجح في النادي الاهلي، هتقعد لك سنه وهتتكل على الله. لكن هي النقطه، لازم اللعيبه دي تعرف المكان اللي هي فيه، لازم تعرف الشخصيه اللي هي لازم تبقى موجوده فيه، لازم. احنا لما كنا موجودين والله العظيم يا كابتن، لو كنا نتعادل او نخسر الواحد كان بيخاف يخرج بعد الماتش، ونيجي في الماتش نيجي تاني يوم التمرين لا، اللعيبه مبوزه في وش بعض، فاهم؟ لحد ما نكسب ولا، وبعد كده الدنيا تبقى ماشيه كويس. لكن احنا دلوقتي انا بشوف والله العظيم لعيبه يعني صعبه جدا يا كابتن، تخلص الماتش تلاقيه متصور، تلاقيه مش عارف خارج، تلاقيه بيعمل ايه. لا ده مش لعيب النادي الاهلي، ده مش لاعبين النادي الاهلي خالص. لاعبين النادي الاهلي انت محسوب عليك كل حاجه، بره الملعب اللي جوه الملعب، لازم تفكر بالتفكير ده، تفكر ان انت هدفك دايما تبقى في القمه، مش اللي هو ابقى نازل انا وديت ال 90 دقيقه وشكرا، كسبت ما كسبت. الكلام ده في الانديه الثانيه، وانت عارف جو الانديه الثانيه، محدش بيحاسبك،
محدش يقول لك انت كسبتش ليه النهارده، انت ما خسرتش ليه. وبرده اللي مخلي الاجواء دي كده او اللعيبه دي مش حاسه باللي هي فيه، حته الجمهور يا كابتن. الجمهور فارق جدا مع النادي الاهلي. ممكن نقول ده بالظبط، الجمهور نقول ان مش حاسس ان في حد فوقيه او بحد. هم مش محظوظين يا شباب، مش محظوظين طبعا يا كابتن، مش محظوظين الجمهور ده حتى يعني كابتن. يعني شفت ماتش سان داونز إيه؟ طبعا ما هي الفرقه دي هي اللي كانت بتلعب سان داونز بالظبط، والفرقه اللي سان داونز هي اللي كسبتنا 5، هي اللي كسبتنا. ما تشوف الماتش لا سان داونز تستاهل تكسبها 5 ولا الاهلي يستاهل يخسر 5. لا لا الاهلي طول عمره حتى لو في اسوء حالاته كابتن عمره ما بيخسر النتيجه دي. الجمهور قصدي ان هو الجمهور حتى في اختيارات، حتى في اختيارات اللعيبه كابتن. انا كنادي اهلي لما باجي اختار لعيب مثلا من الدوري المصري بجيبه من اي نادي موجود هنا في مصر، بجيبه لعيب كويس وفي الدوري المصري شغال كويس، لكن لما اجي احطه بقى تحت الضغوط وجمهور يبقى فوق دماغه وجمهوره يبقى مطالب منه ان هو يعمل احلى حاجه عنده، تلاقي مستواه في افريقيا غير الدوري. لان في الدوري محدش بيتفرج عليك ولا حد بيتابعك زي مثلا في افريقيا. في افريقيا هتلاقي تخرج بره هتلاقي جماهير سواء في شمال افريقيا سواء في اي بلد. ان فريقنا شاب اتحرم من جمهور، ما هي دي انا معاك، اتحرم بنسبه 98% دي يا كابتن. اكتر حاجه يعني مصعبه الدنيا على اللعيبه، اللعيبه دي لو في جمهور لا الوضع هيختلف، يحرك الصخر، يحرك اي الصخر. حاجه يحرك اي حاجه، جمهور النادي الاهلي يحرك اي حاجه. بس انا برضو هرجع واقول لك كابتن ان الجمهور إن انا معاك ان هو لازم يبقى موجود والكلام ده كله ويحرك الصخر، بس اللعيب لازم يحس بالمسؤوليه اللي هو فيها، لازم يحس ان هو لا في النادي الاهلي. بسال السؤال ده اللعيبه قالوا لي طب ما احنا خدنا بطوله افريقيا من غير جمهور. احنا خدناها من غير جمهور. انا قلت لهم بس انتوا بالظبط، بس اللعيبه دي متعودين على الجمهور بالظبط. وكمان يا كابتن اللعيبه دي شخصيتها تحملوا الضغوطات، لا يتحملوا اي حاجه، يتحملوا حتى لو في وسطهم واحد مثلا لا غصب عنه هيبقى زيهم. ما بياخد يعني باخد شخصيتي من اللي جنبي حتى لو بتعلم بشوف مع المواقف. لا انا هتعلم، لكن انا دلوقتي مثلا اللعيبه كل اللعيبه اللي بتيجي مثلا النادي الاهلي بقى لها سنه او سنتين ما فيش جمهور، انت فاهم ازاي؟ حتى اللعيبه الكبيره انا عارف ان اللعيبه الكبيره هي اللي بتشيل الدنيا دلوقتي. يعني اي موقف بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي انا متاكد ان سواء شريف اكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور، احمد فتحي، الناس الكبيره دي لا هي اللي في وش المدفع زي ما بنقول بالظبط. فلازم اللعيبه دي اكيد انا متاكد ان هم بيتكلموا مع اللعيبه الثانيه، لا يا جماعه انتوا لا في ايه فوق، في حاجه اسمها احنا مش متعودين على الكلام ده، احنا عمرنا ما خسرنا 5-0 دي في تاريخ النادي الاهلي، فاهم ازاي يا كابتن؟ يعني دي حاجه لو تخيلت اسوء حاجه في حياه النادي الاهلي عمرها ما هتحصل. فلا انا شايف ان اللعيبه لازم تبقى مقدره اللي هي فيه وتحس بالمسؤوليه وتحس بالجمهور. انا يعني شفت انت منظر الجمهور بعد ماتش سان داونز اللي هنا في مصر، حاجه تفرق، حاجه خلي جسمك، انا والله بتفرج على الماتش هناك جسمي اشعر حاجه تفرح. طبعا يا كابتن حاجه تفرح فعلا. الجمهور، جمهور الاهلي تحديدا كمان، جمهور الاهلي حاجه. حتى كابتن انا بقول لك احنا كنا انا فاكر في فتره كانوا بيجوا يشتمونا، كنا لا حاسين ان حتى لو حتى بيجي يشتمك لا بيحس يدخلك في الجو، لو انت فكرت بس تحس انك طلعت بره الاجواء لا بتخش غصب عنك، فاهم؟ لكن دلوقتي السوشيال ميديا كله بيخش يشتم ما تعرفش مين ولا الكلام ده ملوش علاقه. دلوقتي لا السوشيال ميديا دي مدمره حاجات كتيره وهي اللي بتلعب لعيبه كتيره جدا في الكوره. يعني السوشيال ميديا دلوقتي يا كابتن انا اعرف لعيبه كتير جدا وليها هي ماشيه كده في الكوره دلوقتي في مصر عامه. السوشيال ميديا واحد مصاحب له كام واحد يطلع يتكلم عليه يطلع يطبل له شويه فعلا والله العظيم يا كابتن انا بقول لك. فلا الدنيا صعبه جدا دلوقتي، لكن احنا لو رجعنا للكوره اللي هي كوره وجماهير والكلام ده كله في لعيبه كتير جدا 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 مش ما تلعب يعني ما تلعبش تحت الضغوطات دي لانها عمرها ما لعبت تحت الضغط ده. هو انا طول عمري بلعب 90 دقيقه اخري ب 15 واحد في المدرج. هتلعب وهتعمل اللي انت عنده كانك بتلعب مع ابنك يا اخي. الجمهور ده يعني انا ما كنت بلعب قبل ما اروح الاهلي او اروح الاتحاد السكندري، انت عارف برضو جمهور الاتحاد السكندري طبعا بزي. طبعا يا كابتن جماهير زمان في اي نادي في اي ملعب كنت بتروح تلاقي جماهير بالظبط. لا انا بتكلم عليا انا كنت بلعب في نادي مش جماهيري انبي مثلا. كنا بنروح نلعب الاهلي او نلعب الزمالك بتاخد قوتك من الجمهور. تخيل من الجمهور يعني احنا كلعيبه بنلعب الاهلي ما نشوف جمهور الاهلي ده ايوه انا عايز ابقى احسن حاجه في الدنيا عشان الجمهور ده والله ده لعيب ده لعيب كويس حتى لو بيشتموك يا كابتن بالظبط. حتى يعني حتى لو مثلا طبعا. بتلعب مثلا اهلي والزمالك جمهور الزمالك بيشتمك مثلا
لا تحس ان انت لا عادي بتعامل موضوع عادي وهادي وبس جواك من جواك نار فاهم. فدي الحاجات دي برضو بتفرق جدا في اختيارات اللعيبه دلوقتي في أكيد. الوقت اللي احنا فيه ده أكيد. تفرق جدا اختيار اللعيبه جدا ان انا اجيب لعيب يقدر يتحمل شخصيته تتحمل ولا اجيب لعيب مثلا في الدوري المصري مكسر الدنيا بس يجي وقت المواقف اللي انا عايزه يشيلني الاقيه مثلا ما يتحملش الضغط. فهي دي اللي بتفرق دلوقتي في اختيار اللعيبه في الدوري في بس شهاب يعني برضو للامانه الشديده لما تيجي تشوف لعيبه الاهلي كاسماء كبيره يا كابتن احسن لعيبه في مصر انا بقول لك يعني انت لما تيجي احسن دلوقتي احسن لعيبه في الوطن العربي يعني بالظبط يا كابتن العربي انت عندك برضو الاهلي وزمالك وبيراميدز لعيبه عاليه لعيبه طبعا يا كابتن. يعني انت دلوقتي تشكيل النادي الاهلي انت عندك فرقتين مثلا لو فرقه غابت بيبقى عندك فرقه ثانيه. يعني تعال اقول لك على القائمه اللي اختارها السارتي وافكر الناس بيها طبعا عشان الشناوي عنده ثلاث انذارات وايقاف وشريف اكرام ان شاء الله يرجع بسرعه علي لطفي مصطفى شوبير تعال بص احمد فتحي ايمن اشرف رامي ربيعه ياسر ابراهيم حمدي فتحي حسين الشحات علي معلول ناصر ماهر هشام محمد رمضان صبحي صالح جمعه احمد الشيخ وليد ازارو صلاح محسن باسم علي جراودو جونيور اجايي وعربي بدر. عربي بدر يعني ناشئ صغير كان عندي في انبي لعيب الناس كلها بتشكر فيه بيتكلموا عليه كويس انا مرنته في انبي لعيب فرود محترم حتى عاشور كان قال عليه كان طلع معاهم هو لعب كم ماتش ودي انا لو هو اللي في دماغي عربي بدر فرود هو لا ديفندر لا كان بيلعب وهو كان طلع باين قال انه كان بيلعب فرود وبعد كده بيلعب ديفندر عربي حته لعيب مش عارف هو دلوقتي اساسا هو ديفندر ممكن لان كان عاشور انا كنت في مره بسال انا فاكره لعيب جاي من بره يعني فبساله بقول له في لعيب اسمه كده قال لي لا ده من الناشئين يبقى مش عربي اللي انا قصدي عليه جاي من الناشئين مش اللي انا قصدي عليه لسه لعيب كويس جدا ديفندر شايف الاسماء طبعا يا كابتن قايمه تخض يعني كلعيبه على الورق القايمه تخض طبعا بس هي يا كابتن زي ما بقول لك النقطه وبرده يا كابتن يعني اللعيب لما يقدر يستخدم الضغوطات ما يشيلهاش مثلا الضغوطات لا ده انا ابقى متنشن ولا بالعكس ابقى مضغوط ايجابي مش مضغوط ان انا اضغط نفسي والاقي نفسي مثلا بطلع 20% من مستواي انا مستواي قد كده 100 مره لا الضغط الايجابي ان انا ابقى العب تحت ضغط وابقى مستمتع واطلع كل اللي عندي يعني معلش بالظبط ده على كده بقى مثلا الكباتن اللي هم ابو تريكه وحضرتك وكابتن بركات والناس دي كلها لو هيستخدموا الضغط زي ما مثلا بنتيجه سلبيه ما كانوش هيبقوا هي دي اللعيبه اللي جابت المنتخب بطولات افريقيا ولا كاس قارات ولا هم اللي عملوا الكلام ده كله. فهي النقطه لازم تفرق بين الضغط ان انا استخدمه صح والضغط ان انا ما جميل بالظبط يعني هو ده اللي بيفرق كابتن جميل قوي جميل قوي. لكن تعال ارجع لمباراه سان داونز اللي كانت هنا في القاهره يا شهاب او في برج العرب. المباراه اللعيبه هي زي ما قلت لك الجمهور اداهم روح انت لو جبت الفرص الضايعه والحكم ده كان حكم يعني كان يعني مش عايز اقول يتقي ربنا كان يعرف ربنا شويه كان ممكن تبقى مباراه بسكور مش خمسه ماشي يا سيدي 3-4 مثلا 3 يعني الشوط الاول كمان كان فعلا حاجه ايجابيه. انا بتكلم في الحرمان من الجمهور سيبك من الضغط كمان سيبك من الضغط انا كمان لما اشوف الجمهور الموضوع بقى مختلف طبعا. مباراه بيراميدز انت خلي بالك مباراه بيراميدز اللي احنا خسرناها الاهلي ما كانش وحش خالص لا لا ككوره الاهلي كان كويس مع احترامي للجميع يعني الاهلي ما كانش وحش خالص ككوره يعني الاهلي كان كويس 2-3 وكان بيستحوذ وكان بيقطع وكان في روح جمهور طبعا الجمهور بالذات يا كابتن انا بقول لك الانديه الجماهيريه الجمهور بيفرق معاه قبل اللعيبه يعني دايما يقول لك الجمهور الاهلي رقم واحد فاهم. فالجمهور بيفرق جدا مع اللعيب اللي هو يحب الجمهور تلاقيه نازل مستمتع. لكن هي النقطه زي ما بقول لك ان اللعيبه تشيل الضغط ده من عليها وتلعب وهي مستمتعه لكن هتشيل الضغط ده وتضغط نفسك اكتر ما انت مضغوط لا هتبقى الدنيا صعبه جدا عليهم. اكيد معانا التقرير جاهز يا جماعه التقرير طيب ماشي يعني لغايه لما يجهزوا التقرير مباراه الاهلي والمصري بكره شباب مباراه مهمه جدا زي ما قلت لك الاهلي في المركز الثالث 58 نقطه عنده 3 مباريات مؤجله عنده من 26 مباراه المصري في المركز الرابع 46 نقطه لاعب 28 مباراه عنده مباراه برده مؤجله شايف المباراه هتبقى ازاي شايف ايهاب جلال
اللي أثر تأثير ده اللي هيفرق أثر كابتن. تأثير إيجابي صح. على النادي المصري، كان المصري بيعاني، طلعوا للمركز الرابع مباريات بيكسب ما شاء الله على طول، مدرب كويس، مدرب كويس جدا يا كابتن، يعني بيخلي اللعيبة اللي بره قبل اللي جوه تبقى لا حابة إن هي تبقى موجودة، حابة الكورة بالظبط. يمكن اغلب اللعيبه اللي اتمرنوا معاه سواء في المقاصة او في المصري او في الزمالك حتى في فتره بالظبط في انبي، في انبي حتى عمل طفره سريعه جدا بالزبط. في انبي كان ساعتها تحت قبل ما يروح للزمالك بالظبط. فلا هو ده اللي تقدر تقول عليه مدرب، اللي بيعمل اي في اي بيروح اي مكان بصري هايل، هو ده المدرب. لكن احنا اغلب هنا تلاقي مدرب مثلا مهبط فرقه يقول لك مدرب قدير، طب مهبط فرقه يا جماعه يعني، لا ويجيبوا هبط فرقه ثاني ويجيب بالظبط، ودوامه تفضل شغاله يعني، هي دي كده المشكله في الاختيارات بالظبط. لكن كابتن ايهاب جلال بصراحه مدرب محترم يعني، هو ده اللي تقدر عليه تقول المدرب لا يقدر يعمل لك بصمه. مباراه صعبه بكره يا شيخ، جدا جدا يعني، الشكل النادي المصري مع كابتن ايهاب مختلف جدا مختلف جدا. وكمان عندهم الجزء اللي قدامه كابتن لعيبه كويسه جدا، سواء المهاجم الفلسطيني وادي المهاجم الافريقي دوت مع مش عارف اسمه يعني، واسلام عيسى، الثلاثه دول كويسين جدا، عاملين شكل كويس جدا في الاداء الهجومي بتاعهم. وهو كابتن ايهاب من النوعيه اللي بيحب يلعب كوره يعني، مش مثلا هتلاقيه نازل ومقفل لك والكلام ده، لا مدرب كوره بيحب يلعب كوره، ما عندوش مشكله يعمل ريسك قدام الفرق الكبيره، وتلاقيه بيلعب بشكل عادي، مش اللي هو كل مدرب بيغير، لا هو عنده طريقه ثابته بيلعب بيها كل ماتشاته. تعال اقول لك على القائمة المصري ونفكر الساده المشاهدين بيها، احمد مسعود ومحمود السيد ومحمد شحاته، احمد شوشه، محمود حمد، اسلام ابو سليمه، مصطفى طياره، كريم العراقي، والناشئ حسام اشرف. دي القائمه اللي اختارها ايهاب جلال لمواجهه الاهلي بكره ان شاء الله. عمرو موسى في الوسط، عمرو موسى وفريق شوقي وايزي اميكا، لعيبه كويسه كلها، لعيبه كويسه صراحة. جدا وسعيد واسلام عيسى اللي بتتكلم عليه، محمد جابر، احمد ياسر، عبد الناصر، دي ماريا لعيب كويس برضه، وعمر كمال عبد الواحد، عمر طبعا سريع، عمر سريع جدا، وحسين رجب ومصطفى امين، محمود وادي، وانت بتتكلم على اوموتو، اوستن اوموتو بالظبط، هم الافريقي ده يعني، الثلاثه دول. لكن اللعيبه دي كانت هي اللي موجوده مع كل المدربين اللي ماسكوا المصري، ما شفناهمش بالصوره، مع احترامي لكل المدربين طبعا اللي مسكها الفتره اللي مسك فيها ايهاب جلال بالظبط. يمكن هو بس اللي جه جديد عليهم اللعيب الافريقي، يمكن اللي قبل كده من دول موجودين معاه من اول السنه. لكن هي بتفرق يا كابتن، كل واحد وبيبقى ليه عنده وجهه نظر في لعيب او عنده طريقه، ممكن ابقى شايف انا اللعيب ده يناسبني في طريقه اللي انا عايزها، وممكن ما شايفه ما يناسبنيش. فلكن طريقه كابتن ايهاب لا، تحس ان اللعيبه كلها بتلعب وهي يعني لا عندها اريحيه جدا في لعبها، وتحاول تلعب تطبق الطريقه اللي هو بيحب يلعب بيها، اللي هو بيحب يلعب كره من تحت، ما عندوش مشكله بيلعب فرقه كبيره او فرقه صغيره، هو سيستم واحد ما بيغيرش عليك، فهو ده اللي مخلي سمات المدرب الكبير. وعادي حتى يعني اللعيبه، انا كان لعيبه في المقصه لما كان مسك كان يقول لهم اغلطوا عادي، يقول لك جون اغلط عادي، بس تلعب اللي انا عايزه. فدي من الحاجات اللي طبعا اللي بتنجح اي مدرب، ان هو مقتنع بالسيستم اللي هو بيعمله. فكابتن ايهاب من المدربين اللي هي بتبقى مقتنعه بسيستم معين وبيطبقه في اي مكان بيروح. لاسارتي هيكون ليه شكل بكره جديد، هيكون في دوافع جديده بتبان للاهلي، لازم يا كابتن، لازم يبقى في رده فعل، لازم يبقى في رده فعل. ودايما النادي الاهلي هو اللي بيبادر، النادي الاهلي ما بيستناش الفعل وبعد كده يعمل رد، لا النادي الاهلي هو اللي صاحب الفعل، فدايما النادي الاهلي لازم هو اللي يبادر بالمبادره ان شاء الله باذن الله. نورتني وشرفتني والله يا شهاب، مبسوط جدا ان انا شفتك، وانت وحشني جدا، وانت عارف انا بحبك قد ايه طبعا يا كابتن، انا تزايد اخوك كبير، لازم ترجع باذن الله، ربنا ان شاء الله باذن الله كابتن، وترجع يعني الشاب اللي احنا لا اللي انت عايزه باذن الله. انا زي ما قلت لك ان شاء الله انا اوعدك وخليك فاكر الحلقه دي ان شاء الله كابتن، ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه دي تبقى فتره مختلفه خالص بالنسبه لي كشاب، وانا مبسوط جدا ان انا شفتك زي ما قلت لحضرتك، وبتمنى لك التوفيق سواء في الاعلام او كمدرب، من المدربين بصراحه اللي عندها فكر، واتمنى باذن الله انك تاخد الفرصه تبقى مدير فني باذن الله، لان مش لازم يبقى عندك 60 سنه عشان تمسك فرقه باذن الله. حبيبك كابتن، ربنا يخليك، شكرا جدا ليك. ده كان نجمنا الاهلاوي الجميل اللي بيتكلم، يعني شفتوه بيتكلم ازاي عن الاهلي،
وده ولاد نادي الاهلي ورجاله نادي الاهلي دايما هتلاقيهم بيتكلموا كده. شايف الدين احمد نجم الاهلي السابق، كل التوفيق ليه في الفتره اللي جايه ان شاء الله، ونشوفه في احسن مكان. محمد سعيد واقف مستنينا اهو عشان ارحب بيه، يكون معاكم زميلي العزيز محمد سعيد ومعاه ضيف كلنا بنحبه ايهاب جلال، مدرب حراس مرمى شباب الاهلي السابق واتحاد الليبي الاتحاد الليبي الحالي. بعد الفاصل استنوهم، ودايما بتشرف بيكم وشكرا جدا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان اينما كنتم في مصر والوطن العربي الكبير. والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، فقره فيها جزء تخصصي لان احنا بنتكلم عن مركز مهم جدا في حراسه المرمى، ويمكن المركز ده الحديث عليه في كره القدم مش المصريه فقط، لا حتى في كره القدم العالميه خلال الفتره الاخيره حديث كبير جدا في فكرة كمان إن مركز حراسة المرمى إزاي الأجهزة الفنية بتستفيد بيه في بداية الهجمة، ودور التكتيك والفن اللي بيقوم بيه المدير الفني في قيادة أي فريق في العالم، بالإضافة إلى كمان الجزئية المتعلقة بإمكانيات وقدرات حارس المرمى في قيادة الفريق بشكل عام. الفكرة مش في الأهداف ولا في مهارات، الفكرة كمان في مركز مهم جدا وحساس إزاي بيقدر يقود أي فريق في العالم عشان يحرز البطولات بشكل مهم جدا. قبل ما رحب بضيفي وقبل ما أخش في تفاصيل الفقرة الحوارية الأخيرة وفيها زي ما قلت لكم جزء تخصصي بمركز حراسة المرمى، محتاجين نتكلم في مقدمة كده بسيطة وسريعة على مباراة الأهلي والمصري غدا إن شاء الله اللي هتقام على استاد الماكس في تمام الساعة الثامنة مساء. هي مباراة يعني مباراة مهمة جدا، كرة القدم بالتأكيد وارد فيها المكسب والخسارة، لكن مهم جدا فريق كرة القدم في التوقيت الحالي أنه يركز بشكل جيد لإحراز الثلاثة نقاط وإحراز النقاط الكاملة في المباريات القادمة في الدوري العام، لأن المباريات القادمة هي مباريات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين، لأن خلاص تحدد بشكل رسمي أن الأهداف المرجوة من فريق كرة القدم خلال الفترة القادمة بين إيديك لاعبيك وبين إيدين كمان الأجهزة الفنية أو الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني. داخل الفريق لا صوت يعلو على الاستعداد لمباراة المصري، ومباراة المصري تحديدا لها خصوصية ولها استعداد خاص بالنسبة لاعبي النادي الأهلي وبالنسبة للجهاز الفني، لأن المباراة دي بالتأكيد لها طابع على مدار التاريخ قدام أو بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. المباراة تعهد فيها اللاعبين على تقديم أفضل أداء وتقديم أفضل صورة بالنسبة للفريق خلال المرحلة القادمة، إن شاء الله هتظهر مباراة كبيرة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني لإحراز الثلاث نقاط. المباراة نقدر نقول فيها روح، فيها طموح، فيها عناصر كتير قوي لو هنتكلم عليها، لكن المباراة أهم حاجة وأهم عنصر فيها هو الطموح والروح. الجدية الواضحة اللي ممكن تظهر في التدريبات أو اللي ظهرت في التدريبات الأخيرة إن شاء الله تنعكس على أداء اللاعبين في المباراة القادمة لإحراز الثلاث نقاط والاستمرار بإذن الله، ويكون في قتال حتى نهاية المسابقة لإحراز مسابقة الدوري، لأن المسابقة السنة دي لها خصوصية، مش بتكلم على المستوى الإداري أو على المستوى الفني أو على مستوى اللعيبة، لكن كمان على المستوى الجماهيري، لأن البطولة السنة دي بالتأكيد لها خصوصية بالنسبة لكل المنظومة الأهلاوية. طيب لمزيد من التفاصيل في هذه الفقرة الحوارية طبعا يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيفي، لأن ضيف النهاردة ضيف مش عادي، ضيف ليه خصوصية في التعامل مع مركز حراسة المرمى، ويمكن من القلائل أو أقول هو الوحيد اللي في مصر اللي بيمتلك الشهادة التدريبية المحترفة من الاتحاد الألماني لكرة القدم، ومن خلال هذه الشهادة يقدر يدرب أو يستطيع أن يتواجد ضمن الأجهزة الفنية لأي منتخب في العالم ولا أي نادي في العالم، لأن الرخصة المحترفة ما بتعطاش أو ما بتمنحش لأي حد إلا بعد دراسات وافية ودراسات قاسية وتدريب عملي وتدريب نظري بعد الحصول على الرخصة سي وبي وإيه ثم الرخصة برو. كابتن إيهاب جلال المدرب الحراس المرمى السابق في فريق الشباب بالنادي الأهلي والمدرب الحراس الحالي لنادي الاتحاد الليبي، كابتن إيهاب منورنا ومشرفنا، وأولا أنا سعيد جدا بوجودي معك لأنك عشرة سنين وليك باع طويل جدا في النادي الأهلي وفي الأندية المصرية. ربنا يخليك يا محمد، أنا سعيد جدا معك وسعيد طبعا في قناة النادي الأهلي بيتي طبعا وشرف كبير طبعا ليا أن أنا أكون متواجد في قناة النادي الأهلي ومعك طبعا. وأنا بقدمك مش عايز أقدم مدرب حراس المرمى، لا بقدم الجزء التخصصي أو الجزء العلمي والعملي اللي أنت اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة، انك حصلت على الرخصه البروفيشنال وانت واخدها مش من قريب، انت واخدها من فتره كبيره جدا، وقلما نجد احد المتخصصين في هذا المركز بيعتمد بشكل كبير جدا على الرخصه المحترفه، وكمان مش من الاتحاد المصري ولا الاتحاد الافريقي، انت واخدها من الاتحاد الالماني، يمكن انا بعتبر الاتحاد الالماني من افضل واعظم الاتحادات في العالم على مستوى التنظيم وعلى مستوى الفن والاداره.
تمام حضرتك كلامك مظبوط جدا، بس يعني عايز اقول ان الرخصه دي مهمه جدا انك تشتغل في اي حته في العالم طبعا، مش في افريقيا ولا في اسيا بس، في اوروبا وامريكا واستراليا، اي حته طبعا في الدنيا كلها. فالحمد لله ربنا اكرمني ان انا كنت طبعا عايش في المانيا ولعبت في المانيا، ومن خلال الوضع اللي انا كنت فيه هناك دخلت وقلت لهم انا عايز اعمل رخصه التدريب. طبعا عملتها طبعا تبع الفيفا والويفا طبعا وتبع الاتحاد الالماني، لان طبعا الاتحاد الالماني هو اللي بيخطر الفيفا ان انا في شخص ما عايز يعمل الرخصة، فبالتالي بيبعت له الجواب وبيبعت الجواب للنادي ان انا كنت فيه ان انا بمرن فيه. فطبعا الحمد لله يعني حصلت عليها، والحمد لله من فترة طويلة طبعا، من سنة 2003 بالضبط يعني، من 2003 16 سنة من 2003 من 2003 وكانت فكرة ان يتعمل رخصة تدريبية كمحترفة كبرو كانت جديدة، كانت جديدة، وكان بياخد ساعتها معايا كابتن محمد الناس اللي هم كانوا في ألمانيا الشرقية اللي كانوا واخدينها من لايبسك. كان ساعتها كان ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، تمام. فكان في مدربين كبار جدا كانوا بيشتغلوا في ألمانيا الشرقية وادوهم فرصة حوالي 4-5 سنين يشتغلوا، ومن خلال الأربع خمس سنين يقدروا يعملوا يجددوها، يعني يحضروا حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع تقريبا، ان هم في بقى في المانيا كلها انك انت تشتغل وتاخد زي معادله يعني، تمام. فانا حتى ساعتها قابلت سخوبة ده اللي كان بيدرب هانزا روستوك، وكان بقى له مثلا بتاع 15 سنه مدرب، فانا حتى استغربت جدا، قلت له كان هو ساعتها بيدرب ياسر رضوان ومحمد عمار، محمد عمار في هانزا روستوك. فكلمته فقلت له انت ايه اللي بيخليك، انا بتكلم على اساس ان احنا كلنا كنا جداد اللي بياخدوا الرخصه الجديده يعني، وكان في ساعتها كلينسمان واخيم لوف مدرب منتخب المانيا. فانا حتى سالته قلت له انت ايه اللي جابك هنا يعني، قال لي اصل انا كنت من المانيا الشرقيه والرخصه بتاعتي كنت واخدها من لايبسك، ودلوقتي ما ينفعش لايبسك ما تنفعش، فلازم يدونا حوالي فتره كده ان احنا نجدد الرخصه في المانيا يعني تبع الاتحاد الالماني يعني. فطبعا مهمه جدا انك تاخدها، مهمه جدا انك تتعلم، لان دلوقتي التعليم او الدراسه او الاطلاع ده مهم جدا، مش اي حد ممكن، فيه كتير جدا ما بيطلعوش وبيشتغلوا عادي جدا، انما مش هيزيدوا، انما اهم جدا حاجه دلوقتي زي ما حضرتك قلت بنشوف بطوله اوروبا وبنشوف كاس العالم وبنشوف الكلام ده كله بالتعليم، من غير تعليم لا تسوى شيء. فطبعا الواحد بيجتهد الواحد بيتعلم، وانا كنت قبل ما اروح الاتحاد الليبي انا رحت في اخر شهر واحد تقريبا، كان عندي تجديد الرخصه بتاعتي اللي بجددها كل 3 سنين، رحت عملتها وبعديها على طول سافرت على ليبيا واشتغلت كمدرب لحراس مرمى الاتحاد الليبي. ناس كويسه جدا، لعبنا حوالي 3 مباريات في الدور الاولاني وكسبناهم احنا اول الدوري، فحصل بقى الاحداث دي تمام. وربنا يسهل يعني باذن الله ان شاء الله. طيب الجزئيه برضو عايز يعني اعرف المشاهد، لان الجزئيات الاداريه دي المشاهدين او المهتم بكره القدم تحديدا ممكن ما يعرفش تفاصيلها، لكن انا بحب يعني اعمل عليها علامات كده معينه عشان الناس تبقى عارفه احنا وصلنا فين او العالم وصل لفين واحنا محتاجين نوصل لفين. الاتحاد الاسيوي لو مثلا عنده مدرب حراس مرمى واخد اللايسنس او البروفيشنال من الاتحاد الافريقي او الرخصه، ايه الاتحاد الافريقي ما بيديش دلوقتي البروفيشنال لسه، لا لو بيدي الرخصه ايه وعايز يشتغل في اسيا ما يشتغلش صح، لكن الميزه في اوروبا او في الاتحاد الالماني تحديدا اللي معاه الرخصه ايه او الرخصه برو يقدر يشتغل في اي مكان في العالم. انا سالت الموضوع دوت، في مشكله في الاتحاد الافريقي بمعنى ان الرخصه اللي بتتاخد من الاتحاد الافريقي الاتحاد الاسيوي مش معترف بيها، لا بالظبط لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها الاتحاد الاوروبي لا يعتمد عليها. ليه؟ لاني وانا شفت الكلام ده قدامي، وطبعا لا اخجل ان انا اقول الكلام دوت، انك انت ما بتيجي تعمل الرخصه ايه، وانا شفتها مع مدربين مصريين وكنت شغال انا في ساعتها في حرس الحدود وكان معايا مدرب كبير وراح يعمل الرخصه ايه، عملها في 5 ايام وده لا يصح. دي ليها فترة زمنية محددة، ليها فترة زمنية محددة وساعات عمل دراسة معينة عشان كده الاتحاد الاسيوي عارف الكلام ده والاتحاد الاوروبي عارف الكلام ده، واختاروا الفيفا اختارت الاتحاد الافريقي انك انت لازم تشتغل مظبوط في الرخص. انت ما ينفعش ان انا بعمل رخصة ايه اخد لي 5 ايام ويا ريتني كنت رحتهم كمان، ما بروحهمش يعني، اروح ساعتين وامشي صحيح، انما الرخصة ايه لازم تعمل على الاقل 6 اسابيع بساعات ساعات مع ساعات محددة محددة، ولو ربع ساعة نص ساعة ما حضرتهاش يروح منك،
ده الناس دي بتشتغل مظبوط جدا، عشان كده تلاقي المدربين كويسين جدا، ناس ماشيه كويس جدا بخطه ثابته. انما احنا هنا الاتحاد الافريقي مع للاسف مش معترف بيها الرخصه الافريقيه، مش معترف بيها في اسيا ولا اوروبا، عشان كده لازم الناس يعني تعتمد وتشتغل مظبوط. لكن شهادتك التدريبيه يا كابتن ايهاب، لو طلبت في الدوري الخارجي العربي، لو طلبت في اسيا، لو طلبت في المنتخب الالماني، في المنتخب البرازيلي، اشتغل عادي جدا. اشتغل عادي جدا، اشتغل عادي جدا، لاني انا تبع الفيفا والاويفا، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي، وتابع الاتحاد الفيفا، وتابع الاتحاد الالماني، واخدها من الاتحاد الالماني بالظبط كده، فتابع اوروبا، فاشتغل في اي حته في العالم. ليه؟ لان بص حضرتك كابتن، ان الناس اللي بيشتغلوا في اوروبا، المدربين الاسبان مثلا او المدربين اللي هم الاوروب بتوع امريكا اللاتينيه، ما يشتغلش لو هو واخد مثلا رخصه من الارجنتين، ما يشتغلش في انجلترا، ما يشتغلش في انجلترا ولا في المانيا ولا في اي حته في اوروبا، لازم يكون واخدها من اوروبا، من اويفا. ليه؟ لان في حوالي 6-7 دول هم دول المعتمد عليهم في العالم يشتغل في حته، اي حته في العالم، منهم المانيا، ايطاليا، انجلترا، اسبانيا، هولندا، سويسرا، النمسا، كل البلاد دي اللي معتمد عليها اعتماد كلي. يعني مثلا المدربين اللي هم في الارجنتينيين مثلا او البرازيليين بيشتغلوا في انجلترا مثلا، دول واخدينها من انجلترا او من المانيا او من اوروبا. يعني لما كان بياخد، اما كنت باخد الرخصه في المانيا، كان بياخد معايا كابتن منتخب امريكا، فانا حتى سالته قلت له انت ليه بتاخد هنا، انت مش امريكي؟ قال لي انا والدتي المانيه ووالدي امريكي، بس انا حبيت اخدها من هنا عشان اقدر اشتغل في اي حته في العالم. في العالم، انما لو خدها من امريكا ما يشتغلش في اي حته في العالم. هي علاقه بالمقاييس العلميه والدراسات اللي خدها بتختلف من هنا لهنا، من هنا لهنا. فلازم يعني مورينيو واخدها من انجلترا او بالبرتغال تمشي اوكي، انما بنشوف مدربين كتير جدا في انجلترا من ارجنتين وكده، بتاع توتنهام مثلا ده واخدها من انجلترا او من اسبانيا. يعني قصدي اقول لحضرتك لازم يكون واخدها من الاويفا او الفيفا، من تبع الاتحاد الاوروبي تتبع الفيفا او اي اتحادات كبار زي انا قلتهم. يعني اعتقد يمكن رغم ظهورك في اماكن عديده، لكن احنا اول مكان نتكلم في الشغل يعني في التفاصيل الجزئيه المتعلقه بالرخصه والرخصه التدريبيه، عشان المشاهد او ما اعتقد يعني اول مره يسمع التفاصيل احنا بنتكلم فيها دلوقتي. تمام، لازم الواحد يبقى فاهم هو رايح فين وجاي منين. انما زي ما حضرتك قلت، الرخصه في الاتحاد الافريقي غير معترف بيها في اسيا واوروبا عشان حته الساعات العمل فيها. يعني تمام، ازاي بقى بتاخد الرخصه برو، وازاي بتشتغل، وازاي بتعد ليها عشان تقدر تاخدها في النهايه بشكل متميز وبتبقى ناجح في هذه الرخصه، ومعدل ساعات العمل اللي اشتغلتها او الدراسه اللي انت خدتها؟ اولا لازم تشتغل كل حاجه، يعني ما ينفعش تقول اصل انا تعبان، انا مش هقدر انط، اصل انا مش هقدر اروح، مش هقدر انط في الميه، ما اقدرش اعمل الكلام ده، مش مصرح بيه يعني. فانت كمدرب لازم تعمل حاجات اللي مطلوبه منك بالظبط، ما فيش حاجه غير بقى لو واحد مثلا مصاب بقى رجله مكسوره بتاع الكلام ده، انا شفتها يعني. انما الطبيعي جدا انك انت لازم تعمل كل حاجه، لان الحاجات دي هي اللي هتنعكس عليك كمدرب، وازاي تاخد الاحساس باللعيبه بتاعتك، كل ده لازم تذاكره كويس، كل ده مهم. بص والله يا كابتن محمد، يعني الواحد تعب جدا عشان يوصل للموضوع، مش اي حاجه اكيد. يعني انت فاهمني حضرتك، يعني هنا الناس مستسهله كل حاجه، يعني هنا في مصر او في العرب او كده مستسهلين كل حاجه، فده صعب جدا. في اوروبا الكلام ده يعني انا كنت بشوف كلينسمان والله العظيم في عز التلج، هو اخر ملوف دوت في سنه 2003 قبل كاس العالم 2006، واقفين في عز التلج واحنا واقفين كلنا بره عشان الباب يفتح الساعه 8 الصبح، وكلهم واقفين 8 الا ربع على الباب، ما فيش حد يقول لك اصل ده نجم وبتاع دخله يقعد جوه، عشان كلينسمان نجم الكره الالمانيه. والله العظيم اقسم لك بالله ان كان واقف زيه زي اي اقل واحد فينا، واقف على الباب في عز التلج وماسك الاجلاسير بتاعه كده وواقف على الباب، ومع ان الراجل اللي جوه اللي بيديله المحاضرات او اللي بيدينا المحاضرات ما حدش يعرفه، شخصيه مثلا غير معروفه، بس اكاديمي، انما ما حدش يقول اصل طلع دخل كلينسمان ده نجم كبير بتاع المانيا وبتاع ده كابتن منتخب المانيا قعده، ما فيش الكلام ده. فعشان كده الناس دي ناجحه، واحنا لازم نشتغل بهذا المنطق او بهذا المنطلق، انما ان احنا اصل ده نجم وده اصل يقول لي اصل انا خدتها في 5 ايام الايه، قلت له ما ينفعش يا كابتن والله مدرب كبير، انا اصل انا من الصفوه، قلت له ما فيش حاجه اسمها صفوه يا كابتن، دي عدد ساعات معينة من الشغل، ما ينفعش. بتاخده نظري وعملي؟ كل حاجة. العملي ازاي؟ العملي في الملعب. يعني مثلا يجي يقول لك مثلا ثلاث اربع مدربين يقول لك مثلا اعمل لي تكتيك هجمة مرتدة،
اعمل لي تكتيك مثلا، كل حاجه يعني كل حاجه لازم تعملها. تضرب ازاي الاوف سايد، يعني الهجمه من ناحيه اليمين، اعمل لي تكتيك 4-4-2 4-2-3-1. تكتيك كمدير فني ولا تكتيك في مركز حراسه المرمى؟ لا مدير فني. مدير فني، مدير فني. انا واخد البرو يعني الرخصه بتاعتي كمدير فني. الحاجات ده البرو مش في مركز حراسه المرمى. لا مش حراسه المرمى، دي لسه ما عملوهاش. دي لسه ما عملوهاش. انما انا واخد الرخصه عادي جدا، انما انا واخد حاجات تانية لحراس المرمى لوحديها. تمام. يعني انا واخد برضو شهادات لحراس المرمى لوحديها برضو في المانيا. انما كل اللي انا بقوله لك ده محمد، كابتن محمد، الحاجات اللي هي انك انت تبقى مدرب، مدير الفني، انك تبقى مدرب ايا كان بقى، مدير فني، مساعد مدرب حراس مرمى، ايا كان، لان اللي انت بتاخده هو برضو هو نفس الحاجات اللي بتشتغل معاها على حراس المرمى. كل حاجه، بس الفرق بين المدير الفني ومدرب حراس المرمى هو السنس لحارس المرمى، ان انا اشتغل كسنس لحارس المرمى، مش اي حد يشتغل مدرب حراس مرمى. انما انا ممكن اشتغل مدير فني وعندي العكس. السنس مش العكس. مدير فني ما يقدرش، لو واحد ما لعبش حارس مرمى ما يعرفش ليه، لان حارس المرمى محتاج سنس. سنس امتى اشوط، امتى اشوفه هو بيتحرك، امتى العب، امتى يعني اخليه يتحرك معايا، كان انا السنس اعرفه. انما كمدير فني ما يعرفش الكلام ده، او مدرب عام ما ينفعش يعني ما يعرفش. فعشان كده بقول لحضرتك انا لما جيت خدت الرخصه بتاعتي باخدها عادي جدا واشتغل معاه على حراس المرمى فيها، لان في تكتيك وفي قوه وفي تحمل وفي كل حاجه اللي بياخدها المدير الفني انا بعملها، بس بخطه حراس المرمى. فعشان كده لازم يكون الناس يتعلم كويس، لازم تشتغل كويس، لازم تذاكر كويس. من غير مذاكره، من غير ما تعرف ايه الجديد، لان كل يوم في جديد، والله العظيم كل يوم في جديد. انا بشوف ناس بيشتغلوا على قديم من سنه 1970 مثلا، انت فاهمني حضرتك، ولغايه النهارده بيشتغلوا بيها. دي حاجات هوايه. اكيد لما سافرت يعني عشان تجدد الرخصه كل 3 سنين، اكيد اللي شفته النهارده غير اللي شفته من 3 سنين. طبعا والله كل حاجه يعني من سنتين ثلاثه الحاجات دي اتلغت. هل في اللي اختلف، هل في ادوات التدريب ولا في طريقه التدريب ولا في يعني الفلسفه نفسها، ايه التعديل اللي بيحصل او الاختلاف اللي بيحصل؟ بص يا اسمح كابتن محمد، المشكله كلها انك انت لازم تواكب العصر. بمعنى ايه؟ ان في حاجات تقدميه بتتقدم في كره القدم، لازم انت تكون مطلع عليها. يعني في حاجات هتعمل في كاس امم افريقيا الجايه ديت، في ناس كتير جدا مش عارفاها. حاجات قانون في كره القدم، يعني ممكن اللعبه حصل فيه تعديل، في تعديل كتير لازم انت تكون مطلع عليها، في ناس للاسف مش عارفينها. يعني انت لما بيجي ياخد الرخصه باخد حته التحكيم، باخد حته الاسعافات الاوليه، كل الحاجات دي لازم تدرس فيها. فالحاجات دي لو انت مش مطلع عليها عمرك ما هتبقى متاخر جدا. فانا لما بروح الحاجات اللي هي اللي تاخدها الجديده دي، حاجات بقى تكنيك جديد، تكتيك جديد، مثلا الكره بقت سرعتها مثلا غير من 3 4 سنين او 5 او 10 سنين غير دلوقتي. لا طبعا غير دلوقتي الكره نفسها بالظبط كده. برافو عليك. فالمشكله كلها انك انت ازاي تعلم حارس المرمى او اللعيب ان الكره دي بقت سريعه اكتر من 5 6 سنين فات او 4 سنين فاتوا. فكل الحاجات دي لازم انت تشتغل عليها، ولازم تكون انت عارفها وتوصلها لحارس المرمى بتاعك او للعيب بتاعك. فانت لو انت مش متقدم في الحته دي او مش عارف الحاجات دي او مش مطلع عليها، عمرك ما هتبقى كويس. احنا هنا عشان كل الناس هنا في مصر كلها زي بعض، انما في اوروبا في اختلاف كبير، في فروقات، في فروقات كتير. عشان كده انت بتلاقي حارس مرمى مانشستر سيتي غير موجود في غير الارسنال، غير ايفرتون، غير كريستال بالاس. طبعا بتلاقي في ليفل موجود في كل حارس في كل مرمى حاجة. عن الفرق التانية. شوف مثلا تير شتيجن بيعمل ايه، راجل بيشتغل بمنتهى السلاسه وتحس انك انت محدش واقف جول. طب بما انك ذكرت تير شتيجن واتكلمت شويه عن موضوع حراسه المرمى، وبما انك بقى يعني فيك حته الماني شويه، مانويل نوير المدرسه اللي بيلعب بيها او ايه الشكل اللي بيلعب بيه كحارس مرمى؟ شكل اوليفا كان بالظبط. يعني لما بشوف مانويل نوير بشوف اوليفا كان. اوليفا كان بيعتمد على قوه، وانا رحت قعدت اسبوع مع اوليفا كان في بايرن ميونخ. تمام. كان سيب ماير ساعتها بيمرن، كانت معايشه. قعدت معاهم اسبوع بالظبط، من يوم السبت لغايه يوم الجمعه، وهيلعبوا السبت مباراه. لو انت تشوف الناس دي بتتمرن ازاي وبتتعب ازاي وبتشتغل ازاي. بص حضرتك اوليفا كان دوت ما بيعيش كده، ما بيبصش كده، ما بيبصش بره، كله تركيزه مع المدرب بتاعه.
وشوف اوليفر كان كان رقم واحد في العالم واحسن لعيب، مش احسن جول في العالم، احسن لاعب في العالم في 2002 في كاس العالم اللي هي في كوريا وكوريا واليابان. شوف بيتمرن ازاي، بيسمع كلامه عامل زي الطفل الصغير، ما بيقولش طب اعمل لي كده او طب انا اعملها كده، ما فيش الكلام ده، اللي بيتقال له عليه بيتعمل. وقف هنا تركيزه كمان وتركيز والله العظيم حته التركيز. انا عشان كده لما باجي اتكلم مع حراس المرمى انا ما بقولهمش اطلع لي كده واعمل لي كده، ما كانش كده، انا بقول له في الماتشات يعني اقول له لازم تركز، اهم حاجه في حراس المرمى التركيز، والتركيز عالي جدا، وفي مباريات ما فيش فيها التركيز ما بيسرحش منك ثانيه، والاخطاء ممنوعه في مباريات كده، ما اصل خطا حارس المرمى بهدف خلاص خلصت خلصت، وانت والكلمه لو ما اتكلمتش مع المدافع بتاعك تروح في داهيه، الكلمه تمنع جون تمنع هدف. فالتركيز مهم جدا. ان والله والله يا كابتن محمد ما في مشكله بيننا وبين الاوروبيين غير التركيز بس. احنا لعيبه كويسه جدا هنا وحراس مرمى هايلين، بس المشكله هناك بيتمرنوا صح وهنا ما اعرفش، يعني هنا طرق التدريب طرق التدريب هناك صح جدا وتركيز جدا، فتلاقي الخامه طالعه كويسه جدا. يعني مانويل نوير من مدرسه اوليفر كان، لان انا كنت بعتقد ان مانويل نوير ليه مدرسه مختلفه في فكره ان هو بيستلم الكره برجليه، بيحب يتحرك برجليه، هي دي بس مندفع دايما للامام، هي دي بس النقطه الوحيده اللي مختلفه عن اوليفر كان. اوليفر كان برجله ما كانش بيعرف يلعب برجله كويس، كان تاك بوم 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 لقدام. اوليفر الولد مانويل نوير لعيب كوره حريف كوره، انما انا بتكلم على التكنيك بتاعه كحارس مرمى بين الثلاث خشبات زي اوليفر كان بالظبط، قوه تركيز. يعني عايز اقول لحضرتك ان هو يعني ملوش دعوه بحد، اهم حاجه شغله الساعه ونص اللي بيشتغلها في الملعب هي ساعه ونص بيشتغلها، 25 دقيقه او تلت ساعه او 40 دقيقه مع حارس مدرب حراس المرمى بيشتغلهم، خلصت مفيش تهريج مفيش حاجه مفيش تضييع وقت. طيب فاجئتني وانت بتتكلم عن رخصه يا كابتن ايهاب، بيدرسوا لكم كمان موضوع التحكيم وقوانين اللعبه طبعا. وايضا كمان الاسعافات الاوليه طبعا. لا يعني الرخصه مش رخصه تدريبيه تدريب فقط، لا خالص، لا ده في عناصر كتيره مش يعني طلع كعناوين فرعيه من الرخصه التدريبيه. اقول لحضرتك ليه، لما لعيب عندي يقع انا كمدير فني ولعيب عندي يقع على الارض، لازم اما الدكتور يكلمني ابقى فاهم هو بيقول لي ايه، اقدر اغيره ولا ما اقدرش اغيره، في كوميونيكيشن اصلا دلوقتي ما بين الاجهزه الفنيه على الدكه مع الدكتور الطبيب اللي بينزل الملعب، طبيعي جدا، ولازم انت تكون انت فاهم كمدير فني او مدرب طبيعه الاصابه اللي بتتقال لك عشان تقول ينفع ينفع يلعب ينفع يلعب ولا ما يلعبش. التحكيم لما اجي الحكم انت بتشوف مثلا يورجن كلوب او مورينيو او بيزعل الحكم مثلا ويجي له الحكم ويتكلم معاه، على فكره الحكم لما بيسمعه هو بيتكلم معاه هو بيقتنع بكلامه على فكره، يعني ما بيقولوش امشي بقى وبتاع والكلام الفاضي ده، لا خالص، بيبقى هو بيكلمه لان هو فاهم حته التحكيم طبعا مش زي الحكم انما فاهم، فالحكم بتلاقيه بيضحك عشان كده بتلاقي دايما، وحضرتك كويس انك اتكلمت في الجزئيه دي، دايما بره بنشوف لغه حوار بالظبط ما بين الحكم والمدير الفني، والحكم الرابع بيتكلم على طول مع المدير الفني، والحكم الرابع فعلا حتى في الدوري الانجليزي بنلاقي دايما المدير الفني بيميل ناحيه الحكم الرابع وفي اتصال وفي حوار ما بينهم، عشان كده فاهم بنشوف حاجه مختلفه، بنشوف دايما يا اما تشويحه يا اما يطلع بره ويزعقوا لبعض حاجه تانية صح بالظبط، ليه؟ لان هناك انت دارس وفاهم، فالحكم بيحترمك عارف انك وبيحترمك دارس ده وبيحترمك في الحته دي. يعني مثلا ايه، في حته برضو بناخدها في التدريب، حته ال اللي هي المدرب بتاع اللياقه البدنيه اللي هو بيطلقوا عليه مدرب الاحمال. الاحمال انا كمدير فني او مدرب لازم اكون فاهم الاحمال، واخد التخصص ده لازم اخده. انا اشتغلت مع مدرب للاسف في فرقه انا بدون ذكر اسم، يقول لك انا ما بفهمش حاجه في الاحمال. اشتغلت يقول لك انا سايب الراجل بتاع الاحمال هو اللي يشتغل لي كل حاجه لغايه ما وقع علينا الفرقه. والله العظيم مش بهزر، فعلا دي حقيقه. فقلت له ما ينفعش، فحته انك انت لازم تبقى فاهم، مش لازم تكون فاهم 100% على الاقل 30-40% 20%، بس لازم تكون فاهم على اساس لما تيجي تتكلم مع مدرب الاحمال ما يركبكش، انت راجل مدير فني او انت المدرب، ما ينفعش، او انا مدرب حراس المرمى اقول انا مش عايز تعمل لي كده. يعني وانا في الاتحاد الليبي في حاجه كده كان بيعملها الراجل بتاع الاحمال مع حراس، قلت له ما تعملش دي انا مش عاجباني دي. ما قالكش لا ده تخصصي؟ لا قال لي لا ما قاليش. قال لي يا كابتن خلاص براحتك. قلت له انا مش عاجبني الحته دي، انا هعملها انا بطريقه ثانيه، لان انا فاهم جزء بسيط طبعا مش زيه، انما الحته دي ما عجبتنيش. قلت له لا ما تعملهاليش. كان واحد مغربي
قلت له ما تعملهاليش انا اطلع تعالوا لي بره الجهاز السابق اللي كان موجود لا لا اللي كان شغال معايا اخر مره تمام. قبل ما ارجع فقلت له ما تعملهاليش انا هعملها انا خلاص هو عارف ان انا فاهم حتى بعد واحنا قاعدين في الفندق بالليل قال لي كابتن اصل انا كنت عايزها قلت له لا ما تعملهاش كده انا هعملها بطريقه ثانيه بالكوره هو مدرب حراس المرمى ممكن في تدريباته مع الحراس مش قصه التسديدات والتصويبات فقط ممكن كمان يكون ليه فكره في معدل اللياقه البدنيه او طبعًا. ايه التدريب اللي يتم استخدامه النهارده لا مش بكره طبعًا. لا قبل الماتش بيوم مهم جدا ده مهم جدا مش في الجزء التكنيك او التكنيك لا خالص بتكلم على الجزء البدني وانت بتمرن طبعا ليه لان انا لما باجي اشتغل انا كأهاب جلال انا ما بشتغل تدريب الاسبوعي للمباراه عندي مثلا النهارده الاربعاء مثلا وعندي مباراه يوم الثلاث الجاي لسه أسبوع. لازم اسبوع لازم هشتغل ازاي يوم الخميس واشتغل الجمعه ايه واشتغل السبت ايه واشتغل الحد ايه ده مهم جدا عشان كده انا بشوف كتير جدا من المدربين اللي بيجي على الدماغ بيتعمل ما ينفعش في حاجات تتعمل عشان اوصل حارس المرمى للمباراه يلعب مباراه كويسه وانا كأهاب جلال انا بشتغل على ثبات مستوى لازم الحارس عندي يديني 90 دقيقه بمستوى ثابت انا ما بحبش الحاجات دي فكره ان حارس المرمى الشوط الاولاني كان تركيزه اعلى من الشوط الثاني ده مش موجود ما بحبوش وانا بحب حارس المرمى بتاعي لو انا اشوف مثلا محمد مثلا انا اشوفه هو يديني مستوى 6 على 10 مثلا يا ريت يديني طول السنه 6 على 10 انا اكون مبسوط اكون ناجح عنده ثبات في المستوى بس انا مش عاوز مره مثلا انا بضرب مثلا فرقه وبلعب النادي الاهلي فكل اللعيبه بتركز في مباراه النادي الاهلي انا ايه مثلا عامل لي مباراه رائعه 100% انا ما بحبش الكلام ده بكون زعلان جدا السيزون كله انا احب انك انت تشتغل لي اللي انا عايزه بفكري انا تشتغل لي 6% 6 من 10 او 6.5 من 10 انا كنت ناجح اللعيبه في اوروبا حراس مرمى في اوروبا كلهم اوعى تيجي تقول لي اصل ده تير شتيجن ده 10 على 10 مفيش حاجه اسمها 10 على 10 مفيش حد بياخد 10 على 10 الناس الاوروبيين اللي هم الكبار اللي هو اوليفر كان سوري مانويل نوير ولا تير شتيجن ولا الناس الكبار دولت مستواهم من 8 ل 8.5 يديك 8 ل 8.5 بس مفيش 9 مفيش 10 مفيش الكلام ده واللي بيضحك عليك اللي يقول لك ده 10 على 10 مفيش حاجه اسمها 10 على 10 10 على 10 ده يعني ما عملش اي حاجه في المباراه ما غلطش غلطه خالص مفيش الكلام ده والغلطه ممكن تكون في توجيه لاعب مش برافو عليك كلمه شكلك كمنظرك وانت حارس مرمى ما ينفعش كل الحاجات دي بتاخد عليها درجات تكنيكك وقفتك ممكن تقف وقفه يعني يارده غلط ده بتنزلك في ناس قاعده للموضوع ده بتشتغل بيه انتوا بتاخدوا الرخصه كابتن ايهاب بتدرسوا موضوع الاتزان النفسي لحارس المرمى طبعا مهم جدا انت كمدرب يبقى انت فاهم انت بتشتغل ازاي مع العامل النفسي مع الحارس ده مهم جدا وهقول لك حاجه بقى في العامل النفسي ده لان انا درستها كويس قوي وعارفها كويس قوي حلوه قوي يعني موضوع حلو يعني العامل النفسي ده والله بجد يعني انا بلاحظ ان في حراس مرمى دايما موضوع الاتزان النفسي ده مش بعيد. موجود مش موجود صح لا مش بعيد ده مش موجود تمام وهل ده ليه علاقه بالحارس نفسه ولا بالمدرب اللي معاه مهم جدا اصل في ثلاث عناصر في كره القدم او في الرياضه عموما اللي هو العامل النفسي والبدني والفني العامل النفسي ده اهم واحد فيهم اهم واحد في العنصرين التانيين اشرحه بقى عشان ما اتعقش فيه انا هقول لحضرتك حاجه لو انت عندك لاعب او حارس مرمى نفسيا كويس جدا وبدنيا وفنيا شويه مش قوي يلعب كويس قوي يبقى كويس جدا لو العامل النفسي واقع منه والاثنين دول عاليين جدا ها ما يلعبش خالص ما يلعبش خالص هيبقى وحش جدا انت بتشوف كريستيانو رونالدو او ميسي او اللعيبه في اوروبا بمستمتعين باللعب صح مظبوط بتحس انك انت بتلعب لعب عادي يعني ناس فرحانه وهي بتلعب ليه ان هم عامل النفس بتاعهم عالي جدا مش مكلكعين الموضوع مش مكلكعين خالص في ضغوط عليهم لا خالص سهله جدا وبيلعب سهل جدا ورايح جاي وبتاع وفرحان ومبسوط وبيضيع كره تلاقيه بيضحك لانه عامل النفس بتاعه عالي تمام فمهم جدا يا كابتن محمد العامل النفسي ده مهم جدا للاعب او لحارس المرمى لو انت كمدرب انت حراس مرمى ما عندكش الحته دي عمرك ما هتديها للحارس المرمى بتاعك عشان كده موجوده كعنصر في الرخصه وانتوا بتدرسوها جدا ده مهم جدا وفي حاجه تاني ليه اللعيب في اوروبا لو انت شفت ميسي وهو صغير او الولد مانويل نوير انا شفته وهو صغير لما كان في شالكه لان المدينه دي كانت جنبي فكنت اروح اتفرج عليه وهو صغير كده
وهو صغير نفسه هو كبير، مفيش فرق خالص. ليه؟ لان العامل النفسي عنده بيقول لك ايه، عشان توصل للثبات عشان توصل للمباريات، المباراه تلعب مباراه كويسه لازم يكون عندك ثبات في المستوى طول الموسم. اللي بيعمله في التمرين هو اللي بيعمله في المباراه. يعني مثلا تلاقي لعيب عندك في مصر هنا يا ابني اجري سبرنت، يروح مكسل السبرنت. طب لو جالك في الماتش هتعمله ازاي؟ مش هتعمله. فاللي يتعمل في التدريب هو اللي يتعمل في المباراه. فده بره بيهتموا بالتدريب جدا جدا. انت اللي والله انت لو شفت اللعيبه بتعمل سبرنتات ما تلاقي واحد فيهم بيكسل، ما في واحد فيهم يقول لك مش هجري السبرنت ده، مش هجري، لا ما فيش حاجه اسمها كده، لان هو عارف لو ما جريش كده مش هيعمله في المباراه، مش هيعملها في المباراه. فعشان كده العامل النفسي في التدريب هو العامل النفسي في المباريات. عشان كده تلاقي الموضوع بالنسبه لهم سهله جدا، ان الموضوع ان العامل النفسي ده لو انت بتشتغل في التدريب مظبوط اوتوماتيك في المباراه هتلاقي نفسك كويس. فعشان كده في خلل في المنظومه عندنا، وفي مفيش خلل في اوروبا. حتى تلاقي الفرقه مثلا مغلوبه 3 4 والجمهور بيسقف لها. ليه؟ لان عارفين ان هم اللي عملوا عليهم، خلاص مفيش حد اثر. فده مهم جدا، حته العامل النفسي ده رهيب جدا جدا، ولازم يكون المدرب عارفه كويس. تمام، وجودك معايا هو اداني الفرصه، لان التساؤلات دي كلها عندي من زمان بصراحه، حتى لما بنلتقي بشكل ودي وبسالك على موضوع الرخصه التدريبيه وبره الناس وصلت لفين وبتتدرب ازاي، ده كان مهم بالنسبه لي عشان اطلعه للناس، الناس تفهمه والناس يعني تسمعه منك كابتن ايهاب، لانك ليك تجربه عمليه وعلميه في هذه الجزئيه خلال سنوات طويله اشتغلتها حتى هناك في المانيا. لكن الجزء القادم هكلمك بقى على العنصر المحلي او ما يحدث في القرى المصريه. اولا تعليقك عن الدوري العام بشكل مفصل كده، شايف الدوري السنه دي ازاي؟ هل دوري قوي، دوري ضعيف، ولا دوري متوسط المستوى؟ المباراه القادمه برضو للنادي الاهلي، تقييمك او شايف المباراه القادمه ازاي للنادي الاهلي؟ هو الدوري السنه دي قوي جدا، دوري كويس جدا، بس انا برضو عندي حاجه كده زي ما اقولها، البطل ما يهموش اي حاجه من اللي بتحصل الناحيه الثانيه. لو انا النادي الاهلي كبطل، الماتشات الجايه لازم ماليش دعوه باي حد، ماليش دعوه مين كسب مين خسر، ماليش دعوه بالكلام ده. والجمهور نفس الكلام. تمام. المهم ان انا امشي في طريق، يعني ماتش المصري لازم اكسبه، الماتش اللي بعده لازم اكسبه، لازم. ده مهم جدا، مهم جدا عشان اوصل للبطوله. وده مش غريب عن النادي الاهلي، النادي الاهلي هو كده، والنادي الاهلي عودنا على كده، واحنا اتعلمنا كده وتربينا على كده. ان انا ماليش دعوه بالفرقه الثانيه. طبعا في ان عايز اقول ان في فرقه جديده جت عملت شويه، يعني الاسماعيلي بعد شويه، المصري بعد شويه، انما اللي دخل دلوقتي ده بيراميدز، عملت جو بالمنافسة. ليه؟ لان الامكانيات الفلوس كتير جدا، فهي كده الكوره من غير فلوس لا تصلح، وده احنا شايفين حاجات كتير جدا بتحصل. انما في دوري قوي عملت حاله من في الدوري فريق بيراميدز، انما ان انا عايز اقول برضو النادي الاهلي هو النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي طبعا. انا بص حضرتك، انا ماليش دعوه باي فرقه ثانيه، انا اتعلمت كده في النادي الاهلي وتربيت على كده، عايز اخد البطوله اكسب اي حد. وده مهم جدا للاعبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان هم يركزوا في المباراه الجايه. بكره ان شاء الله مباراه المصري ان شاء الله، يعني لازم اكسبها، لازم. انا ماليش دعوه بحد، اللي يقع يقع واللي يكمل يكمل، المهم ان انا اكمل في مسيرتي. وده مهم جدا. والنادي الاهلي ان شاء الله لو كسب المباراه الجايه خلاص هو خد الدوري، وان شاء الله الاهلي هياخد الدوري ان شاء الله يعني. فانا بقول ان الدوري السنه دي دوري قوي، فرق كتير بتنافس على، ما كناش بنشوف الكلام ده طبعا، فرق كتير جدا برضه تحت في الصراع الهبوط، في فرقه نزلت خلاص، انما في مشكله برضه تحت، يعني في مشكله تحت، في فرق نص الجدول، في فرقه كبيره هتنزل، يعني في فرقه من فرق الاسامي الكبيره هتنزل. تمام، انا شايف كده. والدوري فوق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يفكر حته انه هو ملوش دعوه بالفرقه الثانيه. طيب، حراس المرمى السنه دي في الدوري العام، مين اللي لفت انتباهك او حسيت ان السنه دي لا في الدوري افرز عدد كبير جدا من حراس المرمى المتميزين؟ لا يعني زي كل سنه، مفيش حد غير، مفيش اسم جديد مثلا؟ لا مفيش حد كويس. انا عجبني احمد عادل على فكره في المقص، احمد حقيقة. عبد المنعم، وانا احمد عادل انا مربيه برضو في النادي، وقلت له كذا مره يا احمد امشي وروح العب في حته عشان تظهر، لانك انت جول كويس، وفعلا يعني ماشي مع المقصة هايل للامانه يعني.
هو عاجبني جدا طبعا. الشناوي في النادي الاهلي, في الشناوي من بعد احمد الشناوي بيراميدز برضه ماشي كويس. الحراس الثانيه يعني شايف كلهم شبه بعض, شبه بعض, مفيش فروقات غير الاثنين ثلاثه اللي ذكرتهم. مفيش يعني. هو الشناوي اهلي, الشناوي بيراميدز, واحمد عادل بصراحه عاجبني جدا. طب ده كويس في الدوري العام ولا ده مش كويس؟ لا مش كويس يعني. مش كويس ان اي دوري في العالم ممكن يفرز لك ما بين طبعاً. 5 إلى 6 حراس طبعا لازم. انت دوري يعني, انت مصر بلد كبيره, الدوري بتاعها دوري كبير. فالمفروض انك انت على الاقل 6-7 حراس مرمى في الدوري يظهروا. طب ما كان في قرار بعدم الاستعانه بحراس اجانب, المفروض ده يكون القرار يعني خلال السنوات الاخيره استفدنا منه بشكل المفروض جانب. المفروض, بس برضو زي ما بقول لحضرتك منظومه شكل التدريب والموضوع في خلل. انا لو انا حارس مرمى كويس وما بشتغلش كويس عمري ما هبقى كويس. يعني انا حارس مرمى جيد وبشتغل وحش هبقى جون وحش, مش هطلع, هوصل على مستوى معين مش هزيد, بس مش هتزيد. فاللي انت لازم على الاقل الناس تفكر, وبالذات الناس اللي هي بتلعب على مستوى عالي زي النادي الاهلي او منتخب مصر او كده, لازم افكر ان انا اكون كويس جدا, لان انا هلعب على مستوى تاني, على حاجه تانيه, على كاس عالم, على امم افريقيا. فلازم انا افكر ان انا اكون كويس. فالجون الكويس ما بيشتغلش كويس عمره ما هيبقى كويس. طيب مين الحراس اللي انت اشتغلت معاهم السنه دي, او مش السنه دي يعني, اللي انت اشتغلت معاهم في الدوري المصري خلال السنوات اللي فاتت؟ انا اشتغلت في انبي مع علي لطفي. علي لطفي على فكره جول كويس قوي, جول كويس بس محتاج يلعب, و موهوب. وفي ابو جبل بتاع السموحه من الاجوان الهائله جدا, بس برضو مش عاجبني السنه دي. انا كنت نفسي اقول ان هو كويس السنه دي, انما هو مش كويس برضو, ظروف الفرقه عنده في مشكله. انما هو حارس امكانياته كويسه جدا جدا, وانا اللي انا اللي لعبته في الدوري الممتاز لما كان ابو جبل في انبي. يعني ما كانش لاعب خالص دوري ممتاز, انا اللي لعبته وانا اللي اصريت عليه, وفي ناس كتير جدا وقفت ضدي بس انا اللي اصريت عليه وكان كويس جدا, وساعتها راح الزمالك بعد كده. مظبوط. لانه حارس مرمى جيد, انما لازم يشتغل على نفسه كويس, ولازم هو نفسه. انا برضو كل حاجه, انا ماليش دعوه بمين بيمرنه, انا ماليش دعوه, ماليش هو كحارس نفسه, انا بتكلم عليه هو. يعني انا عشت مع الكابتن ثابت والكابتن اكرم والكابتن شوبير لما كانوا في مدرب جنة كده مش مدرب حراس مرمى, الناس كلها دخلت للاداره قالت لهم لا احنا عايزين مدرب كويس. ليه؟ خايفين على نفسيهم. حراس قويه عايزه تبقى كويسه. وجبنا ساعتها الكابتن حازم كرم, كنت انا معاهم ساعتها, وطبعا الله يرحمه يحسن ايديه, من افضل مدربين حراس المرمى على تاريخ في تاريخ مصر حازم كرم لغايه النهارده. وانا نفسي شخصيا انا اتعلمت منه كتير الله يرحمه. فعايز اقول ان حارس المرمى هو نفسه لازم يعرف انا كويس ولا مش كويس. مش معناه ان انا بلعب وخلاص, خلاص انت هتلعب سنه سنتين وهتروح, ما فيش الكلام ده. لازم اعمل اسم لنفسي. الحارس المرمى كويس بيتمرن وحش هيبقى وحش. طيب فكره مركز حراسه المرمى والثبات في هذا المركز, لو عندك 3 حراس متميزين, حضرتك ذكرت علي لطفي وكان اشتغل معاك في انبي وقلت من الحراس الموهوبين. تمام. وكلمه الموهوب دي اكيد لها معاني. تمام. ان حارس المرمى مش فكره تدريب وخلاص, لا, الموهبه مهمه جدا في هذا المركز. لكن عندك الشناوي, عندك اكرامي, عندك علي لطفي, وفي نفس الوقت مركز حراسه المرمى بيحتاج الى الثبات في التشكيله الاساسيه, لازم يكون حارس المرمى اساسي ما يتمش التغيير فيه. انت من انصار المدرسه دي ولا من انصار مدرسه لا التغيير ما بين الحراس في الدوري؟ لا, تغيير كل مباراه حارس مرمى لا, انا ما بحبش كده. ولا تغيير ما بين البطولات؟ ممكن او مثلا العب بواحد كاس وواحد دوري مثلا, يعني لو هو 3 متميزين او 2 متميزين لازم على الاقل برضو يبقى رجليه في الملعب. بس في حاجه, انا بلعب راجل بدرب في النادي الاهلي او في الدوري المصري ناس محترفه. المحترف لازم تفكيره غير الهاوي, بمعنى ان انا مثلا ما بلعبش او الثاني او الثالث, بس لما تجيلي الفرصه لازم اكون كويس. الناس هتفهم انك انت ما بتلعبش بقالك فتره طويله, بس الناس لازم تحس الناس ان انت جول كويس. مهم جدا. ليه؟ لانك انت راجل محترف بتاخد فلوس عشان انت تيجي كل يوم تتمرن وتشتغل مظبوط. فالتاني او التالت ما بيلعبش وتجيله الفرصه لازم يكون كويس, لازم يكون كويس. تمام. مفيش حاجه اسمها اصلي النغمه احنا بنسمع هنا اصل بقاله كتير ما بيلعبش, مفيش حاجه اسمها كده.
مفيش حاجه اسمها كده. احساس المباريات بعيد اوكي، بس انا كمتفرج اما اتفرج على واحد ما بيلعبش واشوفه بيلعب بعد فتره طويله، بس احس ان هو جول كويس، بس يا عيني هو ما بيلعبش عشان ما عندوش احساس المباريات. تمام، بس انا بشتغل مع ناس محترفه، لازم اشتغل كويس. تمام. علي لطفي، ايه اللي ممكن تقوله له بما انك انت شفت فيه كحراسه المرمى ان هو موهوب؟ ايه اللي شفته في اداء علي لطفي لما كان موجود معاك في انبي وكنت بتتنبأ ليه فعلا ان هو ينتقل للاهلي او ينتقل لاحد الانديه الكبرى؟ لا انا ما الحته دي كانت بعيده عني ان هو ينتقل لمكان، ليه؟ لان نادي انبي نادي كبير. يعني نادي انبي نفسه نادي كبير، ولازم يكون كل نادي فيه حارس مرمى جيد. زي الزمالك المفروض يبقى فيه حارس مرمى جيد، انبي لازم يكون فيه حارس مرمى جيد، طبعا الاهلي زمالك الكلام ده كله، الاسماعيلي. فعلي لطفي ان شاء الله هو اللي هيلعب بكره، يعني ان شاء الله ربنا على علي بمناسبه ان هو بكره ان شاء الله هيلعب. لازم يعرف ان هو بيلعب في النادي الاهلي، الاخطاء غير وارده. تمام. علي لطفي انا على الوضع الشخصي انا بحبه، وبحب شريف اكرامي، وبحب طبعا الشناوي، وفي طبعا مصطفى شوبير هايل من الحراس المرمى الهايلين، وهيبقى مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله من الحراس. وانا قلت للكابتن شوبير كده، قلت له الولد ابنك هيطلع احسن منك، وفعلا الكلمه دي قلتها له والله. فكره مصطفى عنده شخصيه، بالظبط عارف ليه يا كابتن محمد؟ الحارس او اللاعب الناشئ اللي ما عندوش شخصيه لا يصلح ان يلعب في الدوري الممتاز. لا انا لمست ده حتى في التعامل صحيح مع مصطفى، مش في الملعب وانا بتعامل معاه. صحيح. وقلنا مثلا بنغطي شخصيه كويسه جدا ناشئين. لا مصطفى عنده شخصية. سنه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، يعني شخصيته سابقه سنه. صحيح. عشان كده بقول لك هيبقى حارس مرمى جيد. ليه؟ لانه عنده شخصيه. وبقول لحضرتك اللاعب الناشئ اللي ما عندوش شخصيه لا يصلح ان يلعب في الدوري الممتاز او في النادي الاهلي. اللي لعب رمضان صبحي شخصيته، اللي لعب تريزيجيه شخصيته. صح. فاهمني حضرتك؟ فالناس دي مصطفى شوبير عنده شخصيه. طيب عنده شخصيه. علي لطفي، علي انا بقول لحضرتك علي كويس جدا، بس محتاج ان هو يركز جدا. الموهبه لوحدها لا تكفي. بدون تركيز الموهبه مش هتساعدك. هتساعدك مره، المره الثانيه مش هتساعدك. ولازم تعرف انك انت بتلعب في النادي الاهلي. انا عارف ان هو عارف ان هو بيلعب في النادي الاهلي، بس انا كمدرب لازم اقول الكلام ده، او انا بحب علي لازم اقول له الكلام ده، ان هو لازم يعرف ان هو بيلعب في النادي الاهلي. اللي كان بيتعمل في نادي تاني ما يتعملش في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، الناس السبوت عليه كتير جدا من كل الناس، من اي حته، وفي الدول العربيه واي حته في الدنيا. فلازم تبقى فاهم انك انت بتلعب في النادي الاهلي، مهم جدا، مهم جدا. انت حارس مرمى جاي ان شاء الله تبقى كويس. تسعد حارس المرمى لو كان بعيد لفتره طويله من المباريات وفجاه تواجد في مباراه كبيره، يعني مثلا علي لطفي اللي هيلعب بكره حضر نفس التوقيت ده، لعب مباراه كانت كبيره في مباراه فيتا لما تعور الشناوي وخرج ونزل، وكان كويس ونزل علي وكان كويس، والاشادات كلها كانت رايحه اتجاه علي. صحيح صحيح، كان كويس جدا. وانا شفت المباراه لما الشناوي طلع، لعب مباراه هايله هايله. فانا عايزه يستمر كده، ما يحبطش ان هو مثلا الماتش اللي بعده ما لعبش. مفيش حاجه اسمها كده. انا زي ما قلت قبل في اول الكلام، قلت لحضرتك انا بلعب مع ناس محترفين. لازم يا علي او يا ايا كان مين اللي بيلعب او مين اللي موجود، لازم تعرف انك انت بتلعب في النادي الاهلي وراجل محترف. اي وقت المدرب هيطلبك لازم تأدي. انما انت علي حارس مرمى جيد طبعا، زي الشريف اكرامي حارس مرمى هايل، زي الشناوي، الناس دي كلها لازم. بس يعني شريف والشناوي اولاد النادي الاهلي ففاهمين الموضوع. علي جاي من انبي، نادي كبير، انما مش زي النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه فكر تاني، منظومه تانيه، اهداف تانيه، كل حاجه بتصب. لازم تبقى انت فاهم الموضوع ده. وان شاء الله علي بكره ان شاء الله هيعمل مباراه كبيره، وهو اصلا حارس مرمى جيد جدا يعني. للامانه انا مع الوضع الشخصي بحبه جدا، فلازم يفكر ان هو في النادي الاهلي، ده مهم جدا. تمام. يتعامل ازاي مع مباراه بكره؟ يعني هل حارس المرمى بمناسبه ان بكره ان شاء الله علي لطفي هيكون في التشكيله الاساسيه، يتفرج على فرقه المصري زيه زي باقي اللعيبه كده في المحاضره، ولا دايما مدرب الحراس او كابتن طارق سامي بيبقى بيتعامل، او مدرب حراس بشكل عام بيحضر كده لقطات خاصه لحارس المرمى مع مهاجمين او طريقه لعب الفرقه اللي هتلاعبها؟ بص حضرتك انا مش من انصار الموضوع ده. انا من انصار التدريب. انا بشتغل طول الاسبوع،
اللي يجي لك اللي انت عملته في التمرين هو اللي هتعمله في المباراه بس. بس فيما يتعلق بالفرقه اللي هتواجهها، فرقه بتعتمد على الكرات العاليه في التسديد. برافو عليك، هي دي الحاجات دي. مثلا اقول له خلي بالك عندهم باك ليفت بتاعهم كويس على طول بيرمي اوفرات كروسات، لازم انت تبقى واخد بالك على الاقل فكرك لازم يكون في متناولك، لازم تطلع مش متناولك خلاص وقف. بس في واحد مثلا عندهم هيدرز كويس، لازم يبقى من الاول اخد الكروس، ما خلوهوش هو اللي يلعب الهيد، ولازم اتكلم مع الديفنس بتاعي. كل الحاجات دي لازم انا انبهه بيها. بس انبهه امتى؟ مش في محاضره المباراه، في يوم في وقت التدريب، عشان ما شوشرش عليه في وقت المحاضره. طب في المحاضره حارس المرمى بيسمع ايه؟ او المحاضره بيعدي مع الفرقه كلها، بيجي لي انا كمدرب حراس مرمى حاجه واحده بقولها له، لازم تركز كويس جدا، تركز. واللي احنا عملناه اللي قلت لك في التدريب، كل الكلام وكل الشغل بيبقى في التدريب. انما في المحاضره هو بيسمع كل الكلام مع المدير الفني، مع اللعيبه، مين هيقف في الحيطه، مين هيعمل، مين كل الكلام ده هو بيبقى عارفه. انما شغل الحارس المرمى بياخده كله في التدريب. انا باجي يوم المحاضره بقول له فلان انت خلي بالك ركز، زي ما اتفقنا في عندهم باك ليفت كويس، او عندهم راس حربه كويس بيطلع بدماغه، او في واحد بيشوت كويس. كل ده لازم تبقى انت مركز فيه بس، وغير كده ما بيتقالش حاجه، عشان يقدر هو اصلا هو نفسه بيبقى مركز وداخل في المباراه وداخل المود. انا مش عايز ابعده خالص عن مود المباراه، لان عشان ما شوشرش عليه. انما كل حاجه بتتقال في الملعب، كل حاجه في التدريب. تمام. احتراف حارس المرمى ايجابي لو كان في دوري قوي او في دوري اوروبي، ولا افضل حاجه للحارس المرمى انه يكون في الدوري المحلي ليه؟ لو زي ما حضرتك قلت، لو دوري قوي يعني دوري قوي يستفيد، لازم يستفيد. شوف في انجلترا كلها ما فيهمش 3 4 حراس مرمى انجليز بس، انما كلهم اجانب وكلهم بيستفيدوا بالموضوع، زي دخية، زي لوريس، كل الناس دي بتستفيد بالموضوع، زي حارس مرمى ليفربول. بس دخية الفترة الأخيرة مستواه فجأة كويس، وحش هو مذبذب اوكي، بس هتلاقيه هيجيب نفسه، هتلاقي المباراة الجاية هتلاقيه كويس. ومهم هو حتى مستواه متذبذب يكمل، ده مهم لحارس المرمى يكمل. لازم يكمل، لأنك أنت لو قعدته أنت وقعته، خلصت عليه بالمعنى البلدي يعني. برافو عليك، إذا أنت خلصت عليه، وممكن التاني ما يكونش كويس، يبقى انت خلصت على التاني برضه. طب هل احنا في مصر هنا بنتعامل مع مركز حراسة المرمى بحساسية زيادة شوية؟ بمعنى يعني حارس المرمى لو غلط في ماتش بتلاقي الدنيا قامت عليه، وده غلط. ده الهدف من السؤال. ده غلط، ما عشان ينفعش. كده دايما بنلاحظ ان في أزمة في مركز حراسة المرمى في مصر. صحيح، لأن ما عندوش الثقة في نفسه. لما يلاقي الدنيا كلها بتقوم عليه والمدربين كمان قايمة عليه، خلاص هو فقد الثقة. فأنت لازم حارس المرمى يبقى فاهم هو بيعمل إيه، او المدرب بتاعه لازم يتعامل معاه ازاي. ده مهم جدا انك انت غلط. طب ايه المشكله ما يغلط؟ ما اللعيبه كلها بتغلط، ولازم هيغلط، وبالعكس ده لما يغلط احسن، على الاقل اللي بعده المره اللي جايه مش هيغلط في نفس الغلطه. ولو غلط في نفس الغلطه او كده يبقى في خلل في المنظومه كلها في التدريب. انما طبيعي جدا لازم يغلط، وحارس المرمى مليانه اخطاء، يعني حارس المرمى مليانه اخطاء، انك بترمي ازاي، او بتطلع ازاي، او بتطلع غلط، او بتطلع الاوفر غلط، كل دي اخطاء يعني وارده جدا لحارس المرمى. ما نتحملش على حارس المرمى بزياده يعني، لان عشان ما يقعش منك. بالعكس انت لما يقع اما يغلط لازم تحسسه ان ما فيش اي حاجه والموضوع بسيط، على اساس انه يبقى تجيب له مستوى تاني، لان هو اصلا كده هو يعني وقع من نفسه. تمام، فالمدرب لازم يشيله. طيب احنا مقبلين على كاس الامم الافريقيه خلاص خلال شهرين باذن الله، يعني 21/6 ان شاء الله الافتتاح، واولى مباريات مصر في البطوله. مين ترشحهم ان يكونوا الثلاثه حراس اللي اختارهم خفير اجيري المدير الفني لمنتخبنا في هذه البطوله؟ مع الوضع في الاعتبار خلال الشهرين اكيد يمكن تحصل متغيرات كثيره، ويمكن ده انا شفته على المستوى الشخصي في 2006، كان حارس مرمى منتخب مصر في 2006 كان هيكون عبد الواحد السيد. صحيح، لولا الاصابه الحضري هو اللي كان موجود واستمر. صح، لغايه 2010 وكمل مع المنتخب حتى كاس العالم 2018. صحيح، وكاس العالم نفس الكلام بالظبط، ونفس الكلام في كاس الامم الافريقيه الاخير، وكاس الامم الافريقيه الاخير ما حدش عارف مين. انا بالنسبه لي انا يعني في اثنين، الشناوي يعني محمد الشناوي واحمد الشناوي. الثالث انا ما بين جنش وعواد، ما مش عارف، ولا ممكن تعتقد حد تالت غيرهم؟ ما انا عواد بيلعب ما اعرفش، ما شفتلوش ولا مباراه للامانه يعني. يعني لازم يكون الجهاز الفني بتاع المنتخب هو اللي عارف. أكيد. انما التالت ما اقدرش، مش عارف يعني.
ما اعرفش. لازم يكون على الاقل الاثنين الشناوي والشناوي يكون مستواهم كويس. الثالث ده ممكن بقى يكون ابو جبل، اي حد تاني يعني، اي حد بيلعب يعني. طيب. مش عارف، ما اعرفش. طيب مش قادر اقول. واحنا بنختم الفقره مع كابتن ايهاب، فكره التدريب مع الاتحاد الليبي او التواجد في الدوري الليبي، ايه اللي انت شفته في الدوري الليبي او في الاتحاد الليبي، تجربتك الحاليه في ظل طبعا بعد تغيير الجهاز الفني؟ في البدايه كان موجود عبد الحق بن شيخ المدرب الجزائري الشهير، ودلوقتي في تغيير في المدير الفني. تجربه هائله جدا، وانا لغايه دلوقتي مستمر معاهم الحمد لله. ناس كويسه جدا، نادي كبير جدا، نادي الاتحاد الليبي زي النادي الاهلي هنا. هو طبعا بيعتبر ان الاتحاد الليبي هو النادي الاهلي، واهلي طرابلس هو نادي الزمالك. نادي كبير، جماهيره عظيمه جدا زي جماهير النادي الاهلي بالظبط. يعني في كل تدريب حوالي 2000 3000 4000 متفرج موجودين، بيحبوا النادي الاتحاد رهيب جدا زي النادي الاهلي بالظبط. والله انا لما رحت هناك اخت محمد انا ما حسيتش بفرق خالص ان انا بعيد عن النادي الاهلي خالص، بالعكس. يعني الناس طيبه جدا، الناس بيحبوا الكوره جدا، الناس الليبيين بيحبوا الكوره، بيحبوا الكوره جدا جدا جدا، ويعشقوا مصر جدا. يعني انا بصراحه انا تجربه لغايه النهارده، انا قعدت حوالي شهرين هناك وقامت الاحداث، انما انا كنت سعيد جدا، وانا الحمد لله يعني اتمنى طبعا ان انا اروح تاني الاحداث تخلص يعني ان شاء الله على خير. ونروح تاني ان شاء الله. ناس انا بحبهم جدا، هم بيحبوني جدا، عارفين قيمه المدرب المصري، عارفين ان مدرب حراس المرمى احسن مدرب حراس مرمى في الوطن العربي هو مدرب حراس المرمى المصري. عندهم حارس موهوب ممكن نسمع اسمه. عندهم ولد اسمه مراد الوحيشي، مواليد 97، هايل هايل، 22 سنه. هايل هايل من الاجوان اللي انا نفسي بحب اشتغل معاه. اولا الولد حارس مرمى المنتخب الاولمبي وحارس مرمى المنتخب الكبير، بيلعب في الاثنين تمام، هو الاساسي وهو اللي بيلعب عندي. ولد هايل هايل هايل. حظه صايب ان ليبيا ما تاهلتش لكاس الامم، ما تاهلتش للاسف، لان بس هو لعب، ما لعبش مباراه جنوب افريقيا، لعب مباراه المنتخب الاولمبي مع نيجيريا تمام. انما عندهم اولاد كويسه، في ولد اسمه معاذ ما شاء الله برضو حارس مرمى جيد جدا. الفرقه وعندنا اثنين لعيبه احسن لعيبه في ليبيا، محمد زعبيه وروما، من اللعيبه الهايله جدا جدا جدا، وهدافين الدوري الليبي يعني. اكيد كابتن ايهاب جلال، انا تشرفت بالحلقه معاك وكنت سعيد بهذا الحوار، لان في تفاصيل انا اعتقد ان هي ما دلتش قبل كده، تحديدا في موضوع الرخص التدريبيه وازاي حارس المرمى يستفيد بوجود مدرب حراس مرمى مثقف ويعني حاصل على افضل الشهادات التدريبيه، وفي نفس الوقت كمان مؤهل لتدريب حراس المرمى سواء في مصر او حتى في العالم. اشكرك جدا، انا كنت سعيد والله معاك يا محمد، انت عارف احنا اصدقاء اكيد وليا الشرف طبعا، انا كنت في قناه النادي الاهلي يعني. وكل التوفيق ليك يا رب باذن الله مع الاتحاد الليبي، ونشوفك كده في افضل الاماكن يا رب خلال الفتره القادمه. اشكرك، شكرا جزيلا. شكرا. كانت حلقه على المستوى الشخصي كان فيها تفاصيل مهمه جدا في مركز حساس في مباريات كره القدم، هو مركز حارس المرمى. بنتكلم في تفاصيل مهمه جدا، الناس في اوروبا والناس بره في العالم كلها بتهتم بيها، الجزء التخصصي، جزء التدريب، جزء الدراسه العلميه النظريه، ازاي تحصل على شهادات تدريبيه وتوصل لاعلى شيء وهو الشهاده البرو، الشهاده البروفيشنال، عشان تقدر تتواجد في كبرى الاتحادات الكرويه في العالم وفي خارج افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا. بالتاكيد ده الهدف الاسمى لاي مدرب بيحاول ان هو يوصل لافضل حاجه او اعلى حاجه في مركز التدريب، سواء في حراسه المرمى او حتى كمدير فني. كل التوفيق للنادي الاهلي غدا يا رب باذن الله في مباراه نادي المصري، 3 نقاط مهمه جدا، لكن ان شاء الله عندنا قدره وعندنا يعني استعداد ان احنا نقدم مباراه كبيره جدا، وان شاء الله نستمر بشكل جيد في مباراه الدوري، ان خلاص الدوري على النهايه ان شاء الله، خط النهايه نفوز بالمباريات القادمه، نحقق بطوله الدوري ان شاء الله ويكون رقم 41، ونسعد جمهورنا جمهور النادي الاهلي في كل مكان. نصل للختام، شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.